بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مراجعة سريعة كده على المنهج، أذكركم بأهم الأجزاء اللي موجودة في المنهج. بس يعني هي لا تغني، دايما بقول إن هي لا تغني عن مذاكرة المنهج. يعني لو حد مش مذاكر المنهج ما يقولش أنا هعتمد على محاضرة المراجعة دي وخلاص ومش هذاكر المنهج وأحل معاها أسئلة. لا يا جماعة، قلنا 100 مرة إن الامتحان بيعتمد على الفهم. أنت نفسك عشان تبقى حاصل على شهادة السي بي اتش يو لازم تبقى فاهم كويس الجودة ومنهج الكواليتي كله، لازم تبقى فاهمه عشان تبقى انت يعني سيرتيفايد بجد. وان الامتحان الاسئله بتتغير، هي الافكار نفس الافكار بس الصيغه بتتغير عشان يعرف انت فاهم ولا حافظ. لازم كلنا نبقى فاهمين كويس جدا. والحمد لله احنا شرحنا المنهج كويس بطريقه سهله وبسطناه على الناس كلها بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين كويس جدا. هنا بذكركم ب الـ Continuous Quality Improvement Requirements. أي Improvement أو أي Performance Improvement عندك عايز تعمله في الـ Organization، قلنا أي Quality Initiative، أي مبادرات جودة، عشان إن أنا أعملها أول حاجة لازم إيه؟ لازم الـ Leadership Commitment. فلازم دايما بتلاقي عندك يجيلك في الأسئلة ويقول لك إن عايز تعمل Patient Safety Culture، فأول حاجة إيه؟ الليدرشيب كوميتمنت، اول حاجه هي الليدرشيب كوميتمنت. بعد كده تبدا انك تغير الليدرز دول، بيساعدوك في تغيير الكالتشرز عندك في الاورجنايزيشن. وطبعا اي كونتينوس كواليتي امبروفمنت انا بعملها علشان بيبقى تركيزي على الكاستمر فوكس وبعمل كونتينوس ليرنينج للاستاف اللي عندي. طيب ال 3 aspects of quality فاكرينهم اللي هم جمعناهم في كلمة map: measurable و appreciative و perceptive. measurable يعني اقدر ان انا اقيسها من وجهة نظر، هنا دايما اخصائي الجودة، ان اي حاجة اقدر ان انا تبقى to be measured، يعني مثلا adhere to standard، اشوف انا في compliance للستاندرد ديت ولا لا، هل انا ماشي على policy و procedures ولا لا، فانا كده measurable. appreciative من وجهة نظر ال peer review، يعني اقدر ان انا اقيمها. و perceptive هنا من وجهة نظر الكاستمر، بقى الكاستمر يكون ساتسفايد، يعني بتدل على ان هو الساتسفاكشن، الكاستمر ساتسفاكشن، يكون ساتسفايد بالخدمه اللي انا قدمتها له وطريقه التعامل والكوميونيكيشن. طيب فاكرين الكي دايمنشنز اوف كواليتي؟ كان عندي الابروبريتنس والتايم لاينز والافيلابيلتي، كومبيتنسي، كونتينيوتي، افكتيفنس، افيكاسي، افيشنسي، بريفنشن او ايرلي ديتكشن، ريسبكتنج اند كير، وسيفتي. كان اللي بيلخبطوا دايما الناس هي الافكتيفنس والافيكاسي والافيشنسي. الافيشنسي دايما مرتبطه بالريسورس، فاي حاجه مرتبطه بالريسورس او بيتكلم على الريسورس فهي معناها ان هي الخدمه اللي عندي دي efficient، ان ولا ان انا اعمل over utilization للresource ولا نعمل under utilization للresource. طيب effectiveness، effectiveness دايما بتعني outcome، يعني انا عندي ال patient جاي لي with pain، انا اديته مثلا pain killer او analgesic، فانا كده عملت ايه؟ relief pain، فانا كده السيرفيس اللي انا قدمتها اصبحت effective، يعني ادتني نتيجه على ارض الواقع. الافيكاسي او الكاباسيتي اللي هي امكانياتي اللي تسمح لي او تتاح لي ان انا اقدر ان انا ادي الخدمه دي، زي مثلا انه عندي غرفه عمليات فاقدر ان انا اعمل عمليات معينه ولا ده ولا لا، دي اسمها الافيكاسي. الافيكاسي كمان بتجينا في الاسئله على انه يقول لك مثلا how many، كلمة how many دي دايما بتدل على الكاباسيتي، فلما يقول لك how many مثلا patient caught influenza after giving flu vaccine، فدي كده انا بعمل بشوف الافيكاسي. تمام، يبقى الافيكاسي يعني الكاباسيتي، اي حاجة تدل على الكاباسيتي بتبقى اسمها efficacy. عندي كمان هنا هم الثلاثة اللي بتلخبطوا: الإفكاسي، كباسيتي، إفكتيفنس، أوت كوم، إفشنسي، يعني ريسورس. طيب احنا كنا فرقنا ما بين السيرفيس والبرودكت وقلنا ان السيرفيس ما اقدرش ان انا اعمل لها انفنتوري او ان انا اعمل جرد ليها، وبتعتبر الخدمه اللي انا بقدمها بتبقى كانت بي انتنجبل، ما اقدرش ان انا اقيس الخدمه اللي انا قدمتها للمريض. يعني النهارده مثلا انا قدمت خدمه للمريض النهارده
وجه مريض تاني بكره برضو الخدمه اللي انا اقدمها له ممكن تكون بقى مختلفه، تختلف بقى نتيجه عوامل كتير، نتيجه اختلاف البيشنت نفسه، نتيجه اختلاف الطبيب او الظروف الانفايرمنت البيئه المحيطه حواليه. فبقدر برضو اقول ان السيرفيس بتعتبر بريشابل وكانت بي ستورد اور ريزولد، يعني هي خدمه فانيه، انا مجرد ما اديتها للبيشنت، اديت السيرفيس دي للبيشنت فهي خلاص انتهت. اما البرودكت موبايل مثلا اقدر ان انا اعمل له جرد، واقدر ان انا امسكه واشوفه في ايدي، فهي حاجه ملموسه مش محسوسه، اما السيرفيس بتبقى حاجه محسوسه. طيب فاكرين لما فرقنا ما بين الانترنال كاستمر والاكسترنال كاستمر؟ قلنا ان الانترنال كاستمر الناس اللي موجودين عندك داخل الاورجنايزيشن، اللي هم الموظفين اللي موجودين عندك في الاورجنايزيشن اللي انت فيها، ده بيعتبر انترنال كاستمر. الاكسترنال كاستمر اي بقى حد خارج الاورجنايزيشن، زي البيشنت والفاميلي والبيرز وشركه التامين والبروفايدر وكل الناس اللي بره الاورجنايزيشن، دول بيعتبروا اكسترنال كاستمر. احنا طبعا هدفنا في الكواليتي ان احنا نعمل كاستمر ساتسفاكشن، والكاستمر ساتسفاكشن ده بيبدا من الانترنال كاستمر، لان انا لو ما حققتش الانترنال كاستمر ساتسفاكشن مش هيقدروا يحققوا لي الاكسترنال كاستمر ساتسفاكشن، يبقى لازم الساتسفاكشن يبدا من الانترنال كاستمر. السبيشال بروبلمز اللي بتقابلني وانا بعمل كواليتي مانجمنت للامبيولاتوري اوف كير، اللي هي مراكز العنايه الاوليه او الاوت بيشنت، ان البيشنت بيبقى هو ان اكسس ويز هيز ميديكيشن او ان كنترول اوف ذا ميديكيشن. انت مثلا بيجي لك المريض عشان يكشف مثلا على الامراض اللي هي الكرونيك، وبتقول له على الانستراكشنز والتعليمات وتديله الدواء، انت مش قاعد مع المريض في البيت، ما تعرفش هل هو اتبع التعليمات دي ولا ما اتبعهاش، فدي مشكله بتقابلنا انه مش عارفين نسيطر عليها، انه مش المريض هو اللي مسايل كنترول ويز هيز ميديكيشن، فما بعرفش ان انا اعمل كواليتي مانجمنت كويس في الاوت بيشنت بسبب كده. كمان ان عندي الاكسس تو سبيشاليتي اوف كير، على حسب ما المريض احساسه يوجهه يروح للسبيشاليتي، يعني هو حاسس ان صدري تعبني، طيب انا مش هروح اكشف صدر، لا هروح اكشف بطنه، لا مش هروح اكشف قلب، لا، فما بيروحش التخصص اللي المفروض ان هو يروحه، بيروح بناء على اللي هو حاسه هو. طيب كنا فرقنا ما بين الاستراتيجيك بلاننج والماستر بلاننج. الماستر بلاننج دي اللي هي التخطيط الاستراتيجي قديما اول، اما استراتيجيك بلاننج ده اللي هو حديثا. الاستراتيجيك بلاننج طبعا بيعتمد على الكاستمر نيد، انا بشوف ايه الكاستمر نيد، الاحتياج بتاع المريض الكاستمر اللي عندي، وبناء عليه انا بحط الخطه بتاعتي. اما زمان لا، احنا كنا بننتج السيرفيس، بروديوس سيرفيس، بننتج الخدمه، وبعد ما بننتجها نبدا ان احنا نسوقها بقى علشان ان الناس الكاستمر يشتروها. الاستراتيجيك بلاننج دلوقتي احنا بنعتمد على ان احنا بنعمل سوات اناليسيس عشان نشوف الانترنال والاكسترنال ويكنس واوبورتيونيتيز فور امبروفمنت اللي عندي في الاورجنايزيشن. اما زمان كان ستارت ويز ميشن ستيتمنت، انا بقول بس الرساله بتاعتي ايه، الميشن بتاعتي بتاعت ايه. دلوقتي البلاننج انتجرال بارت اوف مانجمنت، انا وانا بعمل مانجمنت فالبلاننج عمليه التخطيط اساسيات الاداره. اما زمان كان التخطيط ما هواش مهم، كون دلوقتي احنا بنعمل الاستراتيجيك بلان بتبقى مدتها من 3 لـ5 سنين مش اكتر من كده، وبعمل عليها بعد كده موديفيكيشن. اما الماستر بلاننج لا، هي لونجر تايم فريم، ممكن تعيش، هي انت عملت خطه في الاول وخلاص، وبعد كده ده لو عملت يعني تعيش معاك العمر كله ولا بتعدل عليها ولا حاجه. طيب الفرق ما بين الكواليتي اشورنس زمان والتي كيو ام اللي هي التوتال كواليتي مانجمنت دلوقتي. الكواليتي اشورنس زمان كانت الفوكس على الكلينيكال اسبيكت اونلي، يعني الهيلث كير عباره عن اللي هو الطبيب وبيدي الخدمه الطبيه وخلاص، لا احنا دلوقتي بنركز على الكلينيكال والنون كلينيكال اسبيكت، بنركز على الريسبشن، بنركز على الكوميونيكيشن، بنركز على الهاوس كيبنج، بنركز على كل حاجه الاسبيكتس كلها الكلينيكال والنون كلينيكال. زمان كان لما بيجي الكواليتي اشورنس يعمل تطوير او تحسين في اي قسم بيعمل ديبارتمنتال، يعني بيعتبر ان كل قسم منفصل عن القسم اللي بقى الثاني وبيطور على مستوى القسم، لا احنا دلوقتي اتفقنا ان كل الاقسام مرتبطه ببعضها فبتبقى كروس ديبارتمنتال يعني انتر ديسبلينري، واي فريق بنكونه لازم يبقى مالتي ديسبلينري يعني من كل التخصصات من كل الاقسام.
زمان بقى كان بيقول لك ان الاخطاء وديت المين ديفرنس اللي بيجي يسال عليها في السؤال، انه زمان كان بيعتبر ان الايرورز ديو تو انديفيدوال بيرفورمانس، ولكن احنا بنعتبر دلوقتي ان الايرور ديو تو سيستم فيلير. ويجي لك في السؤال ويقول لك المين في ديفرنس بتوين كواليتي اشورنس وتي كيو ام، ان الكواليتي اشورنس كانت فوكس اون بيرفورمرز اي ار اس كده يعني معناها الانديفيدوال، ولكن وايل تي كيو ام فوكس اون بروسيس بيرفورمانس. البروسيس بيرفورمانس نفسها اللي احنا بنركز عليها دلوقتي، اما زمان كان هنا بيركزوا على البيرفورمرز اللي هم الانديفيدوالز. تمام، زمان احنا كنا بناخد الاكشن لو في مشكله ظهرت، اما دلوقتي احنا بنعمل كونتينوس امبروفمنت قبل ما تظهر عندي مشكله اصلا، انا بعمل تطوير مستمر بصفه مستمره قبل ما تظهر عندي اي مشكله. الليدرشيب ستايل بفكركم بيهم وانواع الليدرشيب ستايل. الاوتوكراتيك ده اللي هو البيروقراطي اللي بيبقى متسلط، اللي هو بياخد القرار تيك ديسيشن اند اناونس هيم تو ذا تيم، بياخد القرار ويقول القرار دوت للناس بقى يخبرهم بيه، ودايما بختاره او بستخدمه في حاله الكوارث الديزاسترز. في حاله كوارث انا ما فيش وقت ان انا اقعد اجمع التيم واقعد نتناقش ونعمل اقتراحات وكده، لا انا عايز هنا اوتوكراتيك ليدر شيب ستايل. طيب الديمقراطيك ده اللي هو زي مجلس الشعب كده، اللي هو بياخد الديمقراطيك، ايوه اللي هو زي مجلس الشعب اللي هو بياخد تصويت، وبناء على التصويت والفوتنج دوت بياخد القرار. الليز سفير ده اللي ما بيتدخلش في اي حاجه خالص، ده غالبا بيبقى شغال مع السيلف دايركتد تيم، ان كل واحد عارف مهمته ايه وعارف ايه الشغل اللي بيعمله وايه المطلوب منه، فهو مجرد انه هو بس كده يعني مجرد متابعه، لكن هو ما بيتدخلش في صنع اي قرار. نيجي بقى للي هم الثلاثه المهمين اللي بيلخبطوا ما بين بعض، الترانساكشنال والترانسفورميشنال والبارتيسيبيتيف. مبدئيا كده الترانساكشنال ده هو اللي بيتابع المهام اليوميه، جايه من اسمه اكشنال، اكشنال بيتابع الديلي اكشن، يبقى الترانساكشنال دوت بيتابع الديلي اكشن، يعني هو بيركز على ان هو مانج دي تو دي اكتيفيتي، بيعمل مانجمنت للدي تو دي اكتيفيتي وبيتابعها معاهم وبيحضر الميتنج وارينج ميتنج وهكذا، بيتابع الاعمال اليوميه للتيم. تمام، نيجي بقى الترانسفورميشنال والبارتيسيبيتيف، بنفرقهم دايما ما بينهم وبين بعض، ان احنا لما بنلاقي في السؤال بيتكلم على ان الموتيفيشن او انسباير او التحفيز او الامباورمنت، فلما بلاقي امباورمنت حيني بتروح على الاثنين، يا اما ترانسفورميشنال يا اما بارتيسيبيتيف، لان الاثنين ليدر شيب ستايل دول هم اللي بيعملوا امباورمنت وتحفيز وانسباير للتيم. تمام خلاص، يبقى اول ما الاقي ان في امباورمنت او انسباير او اي حاجه من التحفيز، انا عيني تروح ترانسفورميشنال ولا بارتيسيبيت. طيب افرق ما بينهم ازاي؟ لا نشوف بقى الميتنج، لو لقيت ان هي اتند فيو ميتنج، يعني بيحضر فيو ميتنج، يعني نادرا لما يحضر اجتماعات او حضوره للاجتماعات قليل، على طول بيبقى البارتيسيبيتيف. لكن لو لقيت ان هو في ريجولار ميتنج، بيتند ريجولار ميتنج او ارينج ريجولار ميتنج وبيعمل امباورمنت وموتيفيشن، يبقى الترانسفورميشنال. تاني عشان ما تتلخبطوش ما بينهم، لما الاقي ان في تحفيز امباورمنت موتيفيشن اي انسباير، عيني على الترانسفورميشنال وال ترانسفورميشنال و لسه قايله اسمه ايه؟ والبارتيسيبيتيف. ترانسفورميشنال والبارتيسيبيتيف الاثنين مع بعض بيركزوا على الموتيفيشن والانسباير والامباورمنت. طيب افرق ما بينهم ازاي؟ في فيو ميتنج، يعني اتند فيو ميتنج، اختار البارتيسيبيتيف. ارينج ريجولار ميتنج او اتند ريجولار ميتنج، يبقى ترانسفورميشنال. واضحين الفرق ما بين الثلاثه يا جماعه؟ ان الثلاثه دول دايما يلخبطوا، ترانس اكشنال، ترانسفورميشنال، بارتيسيبيتيف. واضح الفرق بين الثلاثه؟ تمام اوكي. هنا كنت بفكركم بالفرق ما بين الليدر والمانجر، دايما المانجر بيحط الخطط ويقول لهم يلا جو،
اما الليدر بيقول لهم ليتس جو، لان الليدر بيبقى مشارك معاهم. فكمان في حاجه انا نسيت اقولها لكم، انه السؤال بقى اللي بيجي بقى له كام راوند كده في الامتحان، اللي هو يقول لك البيست ستايل في ليدرشيب. البيست ستايل هو البارتيسيبيتيف ليدرشيب ستايل، جه في امتحان سبتمبر وجه في امتحان جون وبيتكرر كتير. يقول لك البيست ستايل اوف ليدرشيب ستايل هو البارتيسيبيتيف. تمام. نيجي هنا، المانجر دايما بيبقى دوره ان هو يعمل يحط البلاننج ويحط البادجيتنج، يحط الاورجنايزنج والستافنج وعدد الستاف. لو في حصل اي مشكله هو اللي بيتيك كوركتيف اكشن، وهو اللي بيدي الانسنتيفز، وهو المانجر اللي هو بيعمل مانجمنت لكل الاورجنايزيشن. نيجي للليدرز بقى، هو الليدر بقى اللي بيتابع بقى تنفيذ الخطه اللي حطها المانجر. يبقى استابليش دايركشن، كرييت فيجن، والاين بيبول، وبيعمل كمان ان هو موتيفيشن وانسباير وامباورمنت للستاف. تمام. السؤال ايه؟ السؤال اللي هو بيقول لك البيست ليدرشيب ستايل، البيست ليدرشيب ستايل هو البارتيسيبيت. والسؤال ده بيتكرر بقاله كام ويندو كده، البيست ستايل هو البارتيسيبيت. فاكرين كمان الكوست اوف كواليتي، في عندنا كوست اوف بور كواليتي وكوست اوف كواليتي. الكوست اوف البور كواليتي هو الكوست اوف او البرايس اوف نون كونفورمانس، اللي هو ان التكاليف اللي انا بتكلفها عشان اعمل كوركشن للايرور، اعمل كوركتنج للايرور، لانه انا ما عملتش الصح من البدايه، فانا كده بصحح الايرور. فانا في عندي بقى هنا تكاليف اللي هي البرايس اوف نون كونفورمانس او الكوست اوف بور كواليتي. زي مثلا انه انا مش عامل تايم اوت عندي، وعملت وجيت لما انا ما عملتش تايم اوت، فحصل اني عملت عمليه بروسيدور بالخطا، او للبيشنت رونج بيشنت، او انه رونج بادي بارت، او ما عملتش سيرجيكال سايت ماركينج، او اي حاجه من الحاجات دي، فهتخلي البيشنت دوت يرفع عليا قضايا تعويضيه، وارفع بقى اقعد انا بقى ادفع في الفلوس ديت، او انه حصل عندي اي مشكله وانا بحاول ان انا اصححها. زي دايما نقول انه البيت لو احنا مش بانيين اعمدته من البدايه، نيجي نقعد ننكس فيه كل شويه ونصلبه من هنا ومن هنا، هنصرف عليه اكتر بكتير ما ان احنا كنا عملناه صح من البدايه. يبقى ده البرايس اوف نون كونفورمانس او كوست اوف بور كواليتي. اما الكوست برايس اوف كونفورمانس بقى، اللي هي الكوست اوف كواليتي، اللي هي الكوست بتاع دوينج ذا رايت فروم ذا فيرست تايم، يعني اعمل الصح من البداية، من اللي هي تكاليف الجودة، الكوست اوف كواليتي. تمام. الفرق ما بين الفيجن والميشن والفاليوز، دايما الفيجن لازم ان الاقي فيها حاجه تدل على الفيوتشر. دايما الفيجن في الاسئله، او عامه لما اجي احط الفيجن بتاعت الاورجنايزيشن عندي، لازم يبقى في حاجه تدل على الفيوتشر. يبقى اللي هي تو بي، لازم تو بي دي تكون موجوده، يعني تو بي ا ليدنج انفستمنت، يعني ان انا ابقى شركه رائده، يبقى حاجه في الفيوتشر بتدل على المستقبل. اما الميشن، الميشن ديت الرساله، يعني why we are existing، يعني احنا بنعمل ايه او بنقدم ايه بالظبط. فبقول ان مثلا احنا ان نكون شركاء لعملائنا، او نقدم منتجات وخدمات استثماريه متميزه، او وات ايفر. الفاليوز بقى، الفاليوز دي اللي هي القيم، بتيجي ما بتبقاش بقى ستيتمنت، بتبقى مجرد يعني نقاط كده، نقاط بكتبها. مثلا احيانا في بعض الاورجنايزيشن بياخدوها من الحروف الاولانيه للاسم بتاعهم، ومن كل حرف يكتب عليها كلمه: انتجريتي، بروفيشناليزم، لويالتي، كوميتمنت، لوكال نوليدج، وهكذا. ام ركان عايزه تاني الكوست، عايزه ايه في الكوست؟ احنا قلنا الكوست في عندي كوست اوف بور كواليتي وكوست اوف كواليتي. الكوست اوف بور كواليتي هي الاكتيفيتي اللي انا بعملها علشان ان انا اصحح كوركتنج ذا ايرور، اصحح الخطا اللي حصل نتيجه ان انا اصلا مش مطبق جوده. اما الكوست اوف كواليتي هي الحاجات اللي انا بعملها علشان ان انا اطبق جوده، يعني ان انا مثلا بعمل بيشنت سيفتي كالتشر، بعمل بيرفورمانس امبروفمنت بروجكت، بعمل اي حاجه واشوف ايه الريسورس اللي هحتاجها او كده، فدي الكوست اوف كواليتي.
الفاليوز الفيجن والميشن والفاليوز الخاصه بالهول اورجانيزيشن بيحددها طبعا التوب ليدر شيب اللي هي الليدر شيب كوميتي اللي هي اوقات بيبقى اسمها الستيرنج كوميتي. اما بعد كده لما بنيجي بقى لكل ديبارتمنت بيبقى فيه ديبارتمنت كده مانوال. في الديبارتمنت مانوال انا بحط برضو الميشن والفاليوز الخاصه بكل ديبارتمنت، فدي اللي بيحطها طبعا كل الديبارتمنت هيد رئيس القسم ده بيحط بقى لكل ديبارتمنت. يعني مثلا انا حطيت الفيجن والميشن والفاليوز الخاصه بالمستشفى ككل، تعال بعد كده قسم المختبر بيحط له بقى في الديبارتمنت مانوال يجي في الاول كده يقول الميشن بتاعه والفاليوز بتاعته ايه. الميشن بتاعته ايه اللي هي انه مثلا ان يبقى بنقدم خدمات التحليل على مدار 24 ساعه. الفاليوز بقى ان هو مثلا الدقه والاحترافيه او وات ايفر بقى. تمام. هنا السايكل بتاعت الاستراتيجيك بلاننج او ازاي ان اعمل خطه استراتيجيه. عشان اعمل خطه استراتيجيه في الاول طبعا لازم ان هو الليدرشيب كوميتمنت، لان التوب ليدرز هم اللي بيحطوا الاستراتيجيك بلان، ودايما التوب ليدرز هم اللي دورهم ان كل شويه يتاكدوا ان اي كواليتي انيشيتيفز تكون بناء على الاستراتيجيك بلان والاستراتيجيك جول. بيحطوا الفيجن والميشن والفاليوز، وبعد كده بقى اول خطوه في حط الاستراتيجيك بلان ان احنا نعمل سوات اناليسيز. سوات اناليسيز عشان ان احنا نشوف السترينث والويكنس والاوبورتيونيتي والثريتس اللي في الاورجنايزيشن اللي عندي. من السوات اناليسيز ده انا بستخرج الجولز بتاعتي، ايه اهدافي بقى. يعني انا مثلا في سوات اناليسيز قلت من الويكنس اللي انا عندي مثلا انه عدد الستاف عندي قليل، فاجي احط في الجوز ان انا اي هاير نيو ستاف، يعني ان انا محتاج ان انا اعين ستاف جديده. او في الاوبجكتيفز سوري هقول هاير نيو ستاف. ايه الفرق ما بين الجولز والاوبجكتيفز والانيشيتيفز والاكشن بلان؟ انا بحط الجولز دي ايوه التوب ليدرز اللي هم رؤساء الاقسام. الجولز دي اللي هم الحاجه الاهداف بتاعتي اللي هي بتبقى مش دقيقه، انا بقولها بطريقه جنرال كده. يعني مثلا لما اقول ان انا عايز ازود البيشنت ساتسفاكشن من 50% مثلا ل 80%، انا كده حطيت الجولز. الجولز didn't answer how، ما قالتليش هحقق ده ازاي. انا في الجولز قلت الهدف بتاعي اللي انا عايز اوصل له، ما قلتش انا هوصل له ازاي. اجي بقى في الاوبجكتيفز اقول انا ازاي هحقق البيشنت ساتسفاكشن دوت ازاي. ان انا اقول مثلا ان انا افتح اقسام جديده، اني احسن الخدمات، ان اعمل رينوفيشن او تعديل على المبنى، او ان انا اشوف بقى. يعني انا بقول بقى يعني في الاوبجكتيفز بجاوب على هاو بقى هعمل الجولز دي ازاي، فبحطها في الاوبجكتيفز. اجي بقى الاوبجكتيفز اقول بقى بعد الاوبجكتيفز الانيشيتيفز اللي هي المبادرات بقى اللي هي الديلي اكتيفيتي اللي انا هعملها عشان ان انا احقق الاوبجكتيفز دي. ووقتها بقوم كاتب بقى الاكشن بلان ومعاها الريسبونسبل بيرسون. يعني ايه؟ اقول ان مثلا اللي هو رئيس المدير الطبي هو المسؤول عن مثلا هايرنج نيو ستاف والستارت تايم والاند تايم، فبقول بقى هنا الريسبونسبل بيرسون والديدلاين او اللي هو التايم فريم وايه اللي المفروض ان هو هيعمله كل شخص بالظبط. منها انا ببدا ان انا اعمل بقى في اللي هو الاكشن بلان. هنا انا بعمل لكل قسم اكشن بلان بتاعه، يعني بسميها بقى ديبارتمنتال اكشن بلان لكل قسم على مستوى كل قسم ايه اللي مطلوب منه بالظبط ان هو يعمل. تمام. بعد كده خلاص بقى انا حطيت الاستراتيجيك بلان ومنها الديبارتمنتال اكشن بلان، وطبعا حددنا البادجت اللي محتاجينه، وبعمل ريفيو عشان اتاكد انه الدي تو دي اكتيفيتي اللي انا بعملها مرتبطه بالاستراتيجيك بلان، الخطه اللي انا حطيتها والاستراتيجيك جو. تمام. ايه هو السوات اناليسيس؟ السوات اناليسيس ان انا بشوف الانترنال والاكسترنال سترينث ويكنس في الاورجنايزيشن. السترينث والويكنس دي بشوف الحاجات الانترنال اللي هي داخل الاورجنايزيشن عندي، ايه مواطن القوه اللي عندي وايه مواطن الضعف، علشان منها ابدا ان انا احط الجولز. انا مثلا في السترينث اللي عندي هنا كمثال اني بقول ان السبيشال عندي سبيشال اكسبرتيز وعندي ريبيوتيشن السمعه بتاعتي والكوست بتاعتي
بتاعتي بتاعي ما فيش فيه منافسه وقليل، فبقول الادفانتج اللي عندي كلها بحطها في السترينث، الحاجات اللي داخل الاورجانيزيشن انترنال، واجي في الويكنس بقول بقى الحاجات برضو اللي هي نقاط الضعف اللي عندي، اني مثلا عندي الليمتد سيرفيس لاين، عندي اللي هو لو ستاف نمبر، انا محتاجه الستاف عندي عددهم قليل، وهكذا بقول ايه الحاجات اللي عندي. نيجي بقى في الاكسترنال لحاجات اللي هي الخارجيه، المؤثرات الخارجيه بقى الاوبورتيونيتي، مثلا بقول في الاوبورتيونيتي ان انا في عندي الحاجات برضو اللي هي الموجوده عندي وانا مخلياني ان انا اعرف ان انا نافست الناس اللي في السوق، بقول ان في عندي lack of competition، يعني مثلا ما فيش منافسه، ما فيش حد عارف ينافسني، في عندي نيو سيرفيس ما هياش موجوده اصلا في السوق اللي حواليا، في عندي نيو تكنولوجي، او ان انا اجي في الثريتس بقى التهديدات، ان اقول لا ده انا في عندي increased competition، في عندي منافسه بره قويه، في عندي الديموغرافيك تشينج، في عندي الماركت شير بتاعي قليل، اي فبقول بقى الحاجات اللي هي الثريتس اللي بتهدد بقائي في السوق خارجيا. تمام. طيب الاي او ام اللي هي الانستيتيوت اوف ميديسن كان ليها مبادرتين في البيشنت سيفتي، كان اللي هو تو ايرور از هيومن وكروسنج ذا كواليتي تشاز. تو ايرور از هيومن يعني معناها ان كل ابن ادم خطاء، مجرد وجود الانسان في اي مكان فهو عرضه ان هو يحصل اي خطا، عشان كده انا لازم ان انا احط سيستم يمنع الهيومن ايرور زي الهيومن فاكتور ري انجينيرنج اللي هو البوكايوكي، ان انا بحط ايرور بروف، يعني ان انا امنع حدوث الخطأ من خلال اي الارم يدي تنبيه للهيومن ده ان في حاجة انت بتحاول تركبها بطريقة خاطئة. الكروسنج كواليتي تشاز كانت متجمعه في كلمة ستيب، معناها انه الخدمة الطبية دي لازم تبقى سيف وسيف وتايم لاين او تايملي، يعني اديها في الوقت، وكمان ان هي تبقى افكتيف وافيشنت وايكويتابل. احنا قلنا الافيشنت والافكتيف، ايكويتابل دي معناها فير، يعني معنى ان انا اقدم خدمه عادله بصرف النظر عن الناشوناليتي او عن كون البيشنت اللي جاي لي دوت ايه، عامل ولا طبيب ولا مهندس ولا وات ايفر، انا بتعامل معاه في الاول والاخر هو كبيشنت، وطبعا بي اللي هي البيشنت سنتر، انا هدفي كله هو البيشنت او تركيزي على البيشنت. تمام. اللي هم الستيب، السيف والتايملي، افكتيف، افيشنت، ايكويتابل وبيشنت سنتر. طيب نفتكر مع بعض كده في البرفورمانس امبروفمنت، كنا قلنا انه الجوران سايكل فور امبروفمنت كان بيقول انه بتبدا بالكواليتي بلاننج، بعد كده كواليتي كنترول وكواليتي امبروف، او كواليتي بلان امبروف كنترول وات ايفر. المهم هي بتمشي ازاي السايكل دي، ان انا في الاول في مرحله الكواليتي بلاننج انا بتعرف ايه الكاستمر اللي عندي، ايه طبيعه الكاستمر، هل هو بيشنت ولا هو عميل مثلا هيشتري موبايل، ولا ايه الكاستمر ده، ايه الخدمه اللي هيستهلكها عني، وبناء على معرفتي للكاستمر ببدا اشوف ايه احتياجه ده، وترانسليت ذا نيد انتو اور لانجوج، يعني ان انا اشوف احتياجه ده وابدا ان انا انتج المنتج بناء على احتياجه. وقلنا ده تفكير الكواليتي حديثا، ان احنا ما بننتجش المنتج وخلاص، احنا بننتج المنتج بناء على رغبه العميل او احتياج العميل. بعد كده بعمل بقى اوبتمايزيشن للبرودكت او للسيرفيس اللي انا انتجتها دي. طيب بعد الكواليتي بلاننج انا بعمل كواليتي كنترول، يعني معناها ان انا بعمل انيشيال اناليسيز، يعني انا بعمل تحليل للبروسيس ديت على طول الوقت عشان ان انا اعمل اوبتمايزيشن للبروس. طب لو ظهر عندي اي فاريشن او اي مشكله حصلت من اثناء البروسيس او في اي حاجه، هعمل ايه؟ هعمل بقى انتنسيف اناليسيز، اللي هي هدخل على مرحله الكواليتي امبروفمنت عشان ان انا اتاكد انه انا عدلت او صححت او صلحت من البروسيس اللي عندي، وارجع تاني لمرحله الكنترول تاني. عشان كده مرحله الكنترول بتستمر مكمله معايا على طول، يعني انا حطيت الخطه، بعد ما حطيت الخطه اعمل بقى كواليتي كنترول ليها، ولو حصل اي بروبلم ادخل على الامبروفمنت عشان ان انا اعملها تحسين او تطوير، وخلصت الامبروفمنت ارجع تاني للكنترول، يبقى الكنترول بيبقى مكمل معايا.
فاكرين الدونيبيديان باراديجم اللي هو الانديكيتورز، وقلنا في عندنا ثلاثه 3 تايبس اوف انديكيتور اللي هو ستراكشر وبروسيس واوت كام، والعلاقه ما بينهم كوزالي ريليتد. يعني ايه كوزالي ريليتد؟ يعني انا عشان ان انا اعمل بروسيس لازم انا محتاج ستراكشر، وعلشان احصل على اوت كام محتاج ان البروسيس دي تتم، عشان كده ان هي بقول عليها ان هي كوزالي ريليتد. الاستراكشر ده بيمثل عدد ساعات عمل الستاف اللي عندي، عدد الستاف، الملف الطبي، وجود الملف الطبي عندي، او وجود الانسترومنتس والالات والايكومنتس وكل الحاجات السبلايز اللي عندي، الحاجات اللي انا هستخدمها عشان ان انا اعمل بروسيس. فالحاجات اللي انا هستخدمها عشان اعمل بروسيس دي بتسمى ستراكشر. طيب اجي بقى في البروسيس، البروسيس بقى انا هبدا ان انا اعمل البروسيس نفسها اللي انا هقدمها عشان ان انا اخدم الكاستمر اللي عندي، زي مثلا الكلينيكال باث واي اللي انا هعمل كلينيكال باث واي علشان امشي عليه، هحط بروتوكولز، هحط بوليسي بروسيدجرز، اي بقى اي اكشن بقى تيكنج، اي تيكنج اكشن، اي اكشن انا هاخده او ان انا هنفذه ده بسميه بروسيس انديكيتور. طب النت ريزلت بقى النتيجه في الاخر دي بتعتبر الاوت كوم، اوت كوم زي مثلا الساتسفاكشن، ديس ساتسفاكشن، موربيديتي، مورتاليتي، ديس بين ريليف او ما نو بين ريليف، كل ده بيعتبر اوت كوم سواء هو كان بوزيتيف ولا نيجاتيف هو بيعتبر اوت كوم. طيب هنا الكاستمر سبلاير ريليشن شيب والعلاقه ما بين الكاستمر والسبلاير، هنقول انه السبلاير والكاستمر الاثنين في تريبل رول، بمعنى ان انا ممكن ان انا اعتبر الكاستمر السبلاير ممكن ان انا اعتبره سبلاير وبروسيسور وكاستمر. ازاي؟ السبلاير ده اللي هو هيدي الخدمه، اللي هو هيدي الخدمة، يعني مثلا زي الفيزيشن هو هيدي الخدمة، هو اللي هيدي الخدمة بيعتبر internal customer فأنا هعتبره supplier. بعد كده هو processor لأن هو doing action أو هو اللي بيدي الخدمة الطبية للpatient، وفي نفس الوقت أنا بعتبره customer لأن هو internal customer. طيب الكاستمر نفسه، الكاستمر نفسه ممكن ان انا اعتبره اللي هو البيشنت، البيشنت اقدر ان انا اعتبره سبلاير، بحيث ان هو هو البيشنت ده اللي بيديني المعلومات الطبيه لما انا بساله عن الساينز والسيمتومز والاعراض، فهو اللي بيفيدني وبيقول لي ايه الاعراض اللي حس بيها، ايه لما باجي مثلا اعمل ميديكيشن ريكونسيليشن فانا بساله ايه الادويه اللي عندك، فهو بيعتبر بالنسبه لي سبلاير، هو اللي بيديني المعلومات. وبيعتبر كمان بروسيسور لان هو اللي هياخد الدواء اللي انا بكتب له عليه، وهو اللي هيمشي على الخطه العلاجيه اللي انا بكتبها له، وفي الاخر هو بيعتبر اكسترنال كاستمر. التريبل رول ده مش مهم قوي، ما بيجيش يعني في اسئله، بس برضو يعني قلت اعرفه لكم. طيب الريمبارسمنت، انواع الريمبارسمنت او الدفع، عندنا الريتروسبكتيف وبروسبكتيف، وطبعا البروسبكتيف هو المفضل دايما في كل المانجد كير اورجانيزيشن او شركات التامين، ان هو الافضل يعني، وبيحمي بيعمل كنترول شويه على الريسورس. الريتروسبكتيف ده معناه ان انا بدفع بعد ما باخد الخدمه، اتفقنا ان كلمه ريترو دي يعني معناها افتر، اما برو يعني بيفور، يبقى ريتروسبكتيف يا اما ديسكاونتد فيز فور سيرفيس يعني باخد ديسكاونت بعد ما باخد ديسكاونت على سعر الخدمه بعد ما باخدها، او اللي هو فيز فور سيرفيس اني بدفع ثمن الخدمه بعد ما باخدها. البروسبكتيف بقى زي الدياجنوزيس ريليتد جروب والكيس ريت والكابيتيشن والبرديم والكابد ريت، واهمهم اللي بتيجي في اسئله هي الكابيتيشن، والمقصود بالكابيتيشن ان هو انا بدفع بالراس، يعني انا اجي كده شركه التامين لما يجي مثلا مؤسسه تروح تامن عندهم بتقول لهم مثلا البوليصه ديت انا عندي 10 عمال والعامل الواحد مثلا 10 ريال، يبقى 10 في 10 ب 100، يبقى انا هديكي 100 دولار في السنة أو في الشهر على حسب التعاقد، فده اسمها بروسبكتيف، والكابيتيشن هي أهم واحدة اللي بتمر علينا أو بيفضلوها هي الكابيتيشن. واحنا بقى في طريقة الكابيتيشن ديت في حاجات كده مسميات تانية عايزين نقول عليها. في عندي كوبيمنت، الكوبيمنت دي كل اللي هي نسبة التحمل اللي احنا بنتحملها، كلنا طبعا عندنا تأمين طبي، فلما بنيجي نروح نكشف خلاص الشركة اللي احنا شغالين فيها هم دافعين الخدمة او ثمن التأمين الطبي ده اللي هو اسمه كابيتيشن، اما باجي اروح ادفع بقى اكشف بدفع نسبة تحمل، اللي هي غالبا بتبقى 20%
او على حسب التامين والفئه والكلاس بتاعه يعني. فالكوبيمنت دي نسبه اللي بتحملها احنا اللي بتحملها انا كعميل. بعد كده بعد ديدكتبل دي بقى اللي هي شركه التامين بتحاسب فيه الهيلث كير اورجانيزيشن. بعد كده بقى انا رحت مثلا مستشفى وكشفت وعملت تحليل وكده، تيجي المستشفى دي تجمع كل الكليمز ديت والاوراق ديت واخر الشهر تطالب بيها شركه التامين. فده اللي هو الديدكتبل. الكيس ريت يعني بيعتمد على التشخيص وطبعا نوع من انواع البروسبكتيف، يعني زي مثلا ان انا اقول ان عمليه الجونديس سوري عمليه الـ اي عمليه مثلا عمليه استئصال المراره، عمليه الزايده، اي عمليه بحدد ايه عمليه ايه وتكلفتها ايه، بحددها بطريقه مسبقه زي ما حدد النورمال ديليفري والسيزيريان ديليفري وتكلفه كل واحد منهم كام. البيرديم دي بقى بتتعمل للي هم محدودي الدخل او وان داي كوست، اللي هي على حسب اليوم اللي هيروح يكشف فيه ايه الكشوفات اللي هيعملها والحاجات اللي هيعملها دي، بحدد هو هيدفع كام او تكلفتها كام. الكاب ديريت ده بقى في الحالات اللي هي بتحتاج العلاج على نفقه الدوله في الحالات الحرجه، لا زي الكيمو ثيرابي والدياليسيس والحاجات اللي هي بتبقى تكلفتها عاليه. طيب عايزين نفرق ما بين الكومبليكيشن والكوموربيديتي. الفرق الواضح واللي بيجي لك دايما في اسئله ان الكوموربيديتي دي المريض داخل بيها المستشفى، اللي هي عباره عن مثلا المريض دوت داخل يعمل هارت سيرجري ولكن هو ديابيتك وهايبرتنسيف ومثلا هايبر ليبيديميك وعنده كوموربيديتيز كتير، يعني الامراض المصاحبه له وقت دخول المستشفى دي الكوموربيديتي، فهي موجوده اون ادميشن يعني بريزنت اون ادميشن. اما الكومبليكيشن دي بقى نوت بريزنت اون ادميشن، دي بقى بتبقى الاعراض اللي الجانبيه اللي حصلت له نتيجه السيرجري او البروسيدجرز اللي هي عملها، فبتعتبر ان هي مش داخل بيها، هي حصلت له اثناء تواجده في المستشفى نوت بريزنت اون ادميشن. طيب فاكرين الاكريديتيشن، خطوات الاكريديتيشن دي مهمه جدا علشان الاسئله. لما بيجي لك في سؤال ويقول لك ان احنا سيكينج فور اكريديتيشن، اول حاجه بتدور عليها هي الليدرشيب كوميتمنت، يعني ان انا اضمن الالتزام الاداري من الليدرز اللي عندي في الاورجانيزيشن. خلاص انا ككواليتي بروفيشنال ده منطق، او خلاص كل الليدرز كوميتد معايا، يبقى ليدرشيب كوميتمنت خلصت من الخطوه دي. تاني حاجه هعملها ايه؟ اكيد ان انا هبص على الستاندردز اللي موجوده ديت علشان ان انا اعمل اشوف الاكريديتيشن دي تتكلم على ايه. عايز اخد اعتماد سباهي فهجيب كده الستاندرد الكتيب بتاع ستاندرد سباهي وابدا ان انا اعمل ريفيو للستاندرد عشان ايه؟ عشان تو بيكم فاميليار وذ ستاندرد، عشان ابقى فاميليار بقى الستاندرد دي فبعمل لها ريفيو علشان ان انا اشوفها وابقى فاميليار بيها وعارفها. بعد ما بقيت انا فاميليار بيها لازم ان انا اعمل اديوكيشن ليها اكروس ذا اورجانيزيشن، واشوف بقى واعمل شابتر اونر وكل شابتر مين اللي هيبقى مسؤول عنه ومين اللي هيطبقه في القسم بتاعه. طب هل ده شغلي انا، شغل افراد هعمله لنفسي لوحدي؟ لا، يبقى اساين تيم. بعد ما انا بقيت فاميليار بشكل فريق، الفريق ده هيبقى اكريديتيشن تيم اللي هو هيبقى مكون من رؤساء الاقسام، ومن خلال الفريق ده انا هعمل شابتر اونر بحيث احدد كل واحد ايه اللي مسؤول منه او ايه اللي هيعمله، وبعد كده اعمل education بقى standard education للستاندرد ديت على مستوى ايه الاورجانيزيشن. بعد كده بعد ما عملت education ابدا بقى خلاص انا الاكريديتيشن خلاص على وشك انه يجيني، فهعمل ايه؟ هتاكد بقى من الكومبلاينس للبوليسي والبروسيدجر وللستاندرد، واعمل لهم موك سيرفي كده علشان ان انا اتاكد ان هم شغالين كويس وانهم مستعدين للسيرفي. اعمل كوميونيكيشن للاكريديتيشن بروسيس للستاف كلها. ايوه الترتيب مهم جدا، لازم ان انا اعمل كوميونيكيشن للاكريديتيشن بروسيس بقى ثرو ذا ستاف، يعني ابدا ان اقول لهم اللي هم السيرفيور دولت هيجوا امتى والجدول السكيدول بتاعهم واول حاجه هيعملوها ايه وهكذا، وبعد كده اعمل لهم اديوكيشن عن الاسئله بقى اللي هم السيرفيورز هيسالوها اللي هي الفريكوينتلي اسكت كويشن اللي السيرفيور ممكن يسالوها لهم، وايه الحاجات دو اند نوت دو، ايه الحاجات اللي مطلوب ممكن تعملوها وما تعملوهاش. زي مثلا لما يجي حاجه يسالكم على اي خطوه ما تقولوش انا بعمل كذا، لا اقول له according to our policy and procedure عشان يبقى عارف ان احنا شغالين على standard procedures، مش مجرد كل واحد بيعمل من دماغه حاجات كده، بتبقى يعني تكتيك او تكنيك يعني اللي هي بنعمل education بيها للستاف.
benchmarking. فاكرين ان البنشماركينج دي معناها دايما البيست براكتس، ان انا اقارن، ان انا اقارن ان انا اقارن لا بصي، هي تشكيل الفريق قبل، تشكيل الفريق قبل مرحله ال يعني اللي هو assign team، قبل مرحله انه انا اعمل education عشان يساعدني في الeducation. تمام، عدي ليها بس عندك. البنش ماركينج دايما معناها انه انا بقارن نفسي بالبيست براكتس، يعني عايز اشوف البيست براكتس اللي موجود، فبقارن comparing the same process in both organization، بقارن نفس البروسيس ونفس وفي organization تانية تحت نفس الظروف اللي انا فيها. ما اروحش مثلا اكون انا في مستشفى في منطقة ريفية او في منطقة نائية واروح اقارن نفسي بمستشفى في منطقة يعني في 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 السنتر او في او في الرياض او في مركز المدينه او كده، لا نقارن نفسي بأورجانيزيشن تحت السيم انفايرمنت. في الاول انا بشوف ايه الحاجه اللي هعملها بنش ماركينج، وات تو بنش مارك. مثلا عايزه اعمل بنش ماركينج للبيشنت فول، للانفكشن، للسيرجيكال سايت انفكشن ريت، وات ايفر. وبعد كده بشوف الكرنت بروسيس او اللي هو الجاب، ايه الجاب بيني وبينهم. يعني مثلا البيشنت فول عندي 5 بيرس، مثلا 10% وعندهم 5%، فانا اتعرفت على الجاب. ابدا ان انا احط البلان بتاعتي عشان ان انا اعمل امبروفمنت من خلال ان انا بدرس الاذرز، اللي ايه الكورز اللي اتبعوه او اللي مشوا عليه، علشان ان انا ابدا ان اعمل زيه او اعدل عليه او هكذا، واحط بقى البلان والدول تشيك وفي الاخر الاكت. طيب نفتكر مع بعض ايه معنى الامباورمنت. والامباورمنت دي معناها التمكين، يعني ان انا بدي للشخص ده اوثوريتي، لازم بديله صلاحيات علشان انه ياخد القرار، اوثوريتي تو تيك ديسيجن من خلال القسم بتاعه او الريسبونسابيلتيز الخاصه بيه. فالامباورمنت اللي بيجي فيها دايما انه هو يقول لك ان الامباورمنت انيبل بيبل تو سولف بروبلمز ولا تيك اونر شيب ولا ديليجيت ولا ديليجيت تاسك. الثلاثه صح. الامباورمنت بيساعد الناس على ان هم تيك اونر شيب، ويساعدهم على ان هم ميك ديسيجن، ويساعدهم على الديليجيت التاسك، ويساعدهم على انه تيك اون اللي هم السولف بروبلمز. لكن لما يجوا لي كده مع بعض، لا اهم حاجه هي التيك اونر شيب. يبقى الامباورمنت انيبلز بيبل تو تيك اونر شيب، يعني بيحسسهم ان انت صاحب الشغل، انت بتشتغل في في في, في شركتك او في شغلك انت الخاص. فلما ياخد الاونر شيب هيقدر ان ياخد الجود ديسيشن ميكنج، فيقدر انه يعمل سولف بروبلم. فالتيك اونر شيب هي الافضل والاشمل والاعم، لانه كمان بياخد الريسبونسبيلتي للديسيجن اللي هو بياخده، فبالتالي بيحس بفاليو للجوب بتاعه او الوظيفه بتاعته. وطبعا اللي مش اي ستاف انا هديله الامباورمنت، مش اي واحد لسه جاي متعين جديد انا خلاص هعمل له امباورمنت واديله الاثوريتي، لا لازم اتاكد انه اتدرب كويس، لازم ان هو اتاكد ان هو عارف الفيجن والميشن والاستراتيجيك جولز بتاعه الاورجانيزيشن، وبعد كده بديله الاثورايزيشن بقى ان هو يتصرف بناء على الاثوريتي اللي انا بديها. طيب يجي لك برضو البيست واي ان كونفليكت ريزوليوشن از ايه. البيست واي في الكونفليكت ريزوليوشن هي النيجوشيشن، يعني فن التفاوض او التشاور. والاستراتيجي او النيجوشيشن ده عشان ان انا احققه لازم ان يطلع الكل كسبان، وين وين. فانا بوصل ان انا بعمل سيرش للميتوال جين. ميتوال جين يعني ان ابحث عن الربح المتبادل للجميع، لكل الاطراف اللي كان في ما بينهم كونفليكت. انا عايزاهم يطلعوا من القعده او الميتنج بتاعنا من اللي انا بعمل فيه نيجوشيشن ده ان يبقى الكل مرضي. زي ضربت لكم مثال قبل كده، قلت لكم لو اتنين اطباء مختلفين على مين اللي عايز يداوم صباحي ومين اللي عايز يداوم مسائي، فانا بطلع من النيجوشيشن ده انه مثلا انت اسبوع صباحي وانت اسبوع مسائي، اسبوع واسبوع وهكذا، يبقى انا وصلت لي انه الكل طلع وين وين، او كله طلع عندي كسبان. طيب ايه هو الكونسنسس؟
الديسيجن احنا اتفقنا ان اي تيم عشان اعمله عشان اي مهمه لازم اني اوصل بالتيم ممبرز للكونسنسس. ايه بقى هو الكونسنسس؟ ان اول سبورت ديسيجن، ان كل الناس او كل التيم ممبر سبورت ديسيجن. هل معنى الكونسنسس ده اليونانيمس اجريمنت؟ يعني معناها يونانيمس اجريمنت يعني موافقه بموافقه كل شخص، يعني هل ان كل شخص كان موافق على الديسيجن اللي انا اخدته ده؟ لا، يبقى consensus not unanimous agreement. لما يجي لك يقول لك في السؤال consensus is a unanimous agreement، لا، ال consensus not unanimous agreement، ولكن ال consensus معناها مين ده؟ all support decision، ان كل التيم ممبرز اللي معايا مشجعين القرار اللي انا خدته. فالكونسنسس ما هياش الاجري اوف ماجوريتي ولا هي اليونانيمس اجريمنت او الاجري اوف ايفري وان، لا، ده هم كلهم اجمعوا في الاخر انهم سبورت الديسيجن ده لانهم شايفين ان الديسيجن ده في المصلحه للاورجانيزيشن ككل. تمام. ايه ريزيلينسي؟ ومعنى ريزيلينسي دي ان انا ارجع لحالتي الطبيعيه، يعني عمليه التكيف بشكل جيد في مواجهه الصدمات ثم ارتد لحالتي الطبيعيه. زي مثلا حصل اي مشكله، انا اتضايقت واتنرفزت واتعصبت وبعد كده خلاص اهدى وارجع لحالتي الطبيعيه وافكر بقى المشكله دي هحلها ازاي؟ ايه اللي انا اتعلمته من المشكله ده عشان امنع تكراره او حدوثه في المستقبل؟ دايما كلمه ريزيلينسي الكلمه المميزه فيها دي اللي هي ان يجي لك باونس باك تو ذا نورمال ستيت، يعني انت هترجع تاني لحالتك الطبيعيه. The process of adapting well in the face of diversity, trauma, tragedy, threat, and any significant source of stress, then bounce back to normal state. دي معنى resiliency اللي هي اليونة أو المرونة في التفكير. طيب التشينج مودلز، في عندي كوتر وليوين وبالمرز، الفرق ما بين الثلاثه ايه؟ احنا في البدايه كده علشان نعمل اي تشينج موديل لازم، والتشينج قلنا معناها امبروفمنت، لازم اول خطوه ايه؟ اول خطوه هي الليدرشيب كوميتمنت. اتفقنا اي كواليتي انيشيتيف اول خطوه هي ايه؟ الليدرشيب كوميتمنت. وزود ليدرشيب كوميتمنت اي كانت دو اني امبروفمنت. سو ذا فيرست ستيب از ليدرشيب كوميتمنت. بعد الليدرشيب كوميتمنت انت عايز تشجع الاستاف عندك على التغيير، ان انت عايز تتغير، تعمل ايه؟ اول حاجه كرييت ارجنسي، يعني اخلق حاله من الضروره ان احنا في عندنا مشكله، اعرض عليهم المشاكل، ايدنتيفاي بروبلمز، اعرفهم ايه المشاكل الموجوده، ده احنا في عندنا الماركت شير قل، الانكم عندنا قل، البيشنت ساتسفاكشن قل، وهكذا، فبعرض عليهم المشاكل عشان اخلق عندهم حافز وارجنسي للتشينج. بعد كده بقى ابدا ان انا اكون التيم بتاعي واحط لهم الفيجن، وبعد كده اعمل امباور اكشن. خلي بالنا بقى من ايه؟ شايفين كلمه امباور اكشن مكتوبه الستيب نمبر كام؟ نمبر 5. فيجي لك هنا في التشينج ويقول لك الفيرست ستيب ان تشينج، ويجيب لك امباور ستاف وكرييت ارجنسي. ناس تقول طب ما هي الامباور دي ضروريه، لما اعمل امباور للستاف ضروري جدا ان انا احفزهم انهم يوافقوا على التشينج. ايوه تمام، بس هو بيسالك على الفيرست ستيب، فخلي بالكم كويس جدا من التكات دي. بيقول لك الفيرست ستيب ان تشينج، فيرست ستيب هي كرييت ارجنس، بعد كده انا بعمل امباور اكشن وابدا بقى ان انا اتغير، وبعد ما اتغير اثبت التغيير ده، ميك ات ستيك. تمام، ده في كتر. اما في ليونز، قال لك في الاول ان فريزنج، يعني افك التجميد اللي في مخ الناس اللي هو مخليهم عندهم ريزيستنس. الناس دول غالبا يعني هم بيقاوموا التغيير لانهم فير اوف انون. دايما الشخص او طبيعه الانسان بيخاف من المجهول، فيبقى خلاص انا اتعودت على الشغل القديم اللي انا ماشي عليه، اي حاجه جديده وفيها تغيير لا انا هعمل هكون ريزيستنت ليها او مش حاببها، فبيكون عندي ريستريننج فورس وفي عندي درايفنج فورس. الريستريننج فورس دي لازم ان انا اقللها عشان تكون الدرايفنج فورس
تكون اعلى، وبالتالي اقدر ان انا ادي للتشينج. بس هل انا بركز على الدرايفنج فورس تزيد ولا ركز ان انا اقلل الريستريننج فورس؟ لا، انا بركز على ان انا ريموفينج ريستريننج فورس ذان باي ادينج مور درايفنج فورس. يعني قبل ما اركز ان انا ازود الدرايفنج فورس، لا، بقلل الريستريننج اللي هي ريزيستنس فورس، وبعد كده اعمل انفريزنج، هبدا ان اتحرك بقى واعمل موفينج للتشينج. خلاص عملت موفينج، ارجع اعمل فريزنج تاني عشان اثبت التشينج اللي انا وصلت له. ده على فكرة ليون. بالمر بقى كان مختلف عنهم شويه، ان قال لك مش الفيرست ستيب في التشينج هنا مش كرييت ايرجنسي بقى، لا، ان اعمل لي ريدنس اسسمنت، اعمل اسسمنت للريدنس فور تشينج للناس اللي عندك في الاورجنايزيشن من خلال ويب سايت او موقع على الانترنت، في اسم في حاجه اسمها اللي هي اسسمنت فور تشينج ريدنس جايد لاين. تشينج ريدنس جايد لاين هتلاقي فيه شويه كويشنير، اسئله، وهتجاوب عليها، وفي الاخر هيقول لك هل الاورجنايزيشن اللي عندك دي مستعده للتشينج ولا لا. فانا بحدد الكرنت ستيت بتاعتي قبل من ان انا اعمل تشينج. بعد كده بعمل، بعد ما عملت الاسسمنت للتشينج، ابدا بقى ان انا اعمل التشينج وجين امبروفمنت بقى، ان انا اثبت التشينج اللي انا وصلت له. تمام تمام كده لحد دلوقتي يا جماعة؟ معايا فاهمين ومركزين؟ تمام، نكمل. طيب الـ stages of team development، أي فريق بيبدأ في الدنيا فبيمر بأربع مراحل أساسية. الأربع مراحل الأساسية هي مرحلة الفورمينج، اللي أنا في الفورمينج أنا ببدأ أشكل الفريق، أبدأ أحط الجولز بتاعتي إيه. خلي بالكم من بوتينج جولز دي، لأن يجي لك في سؤال عشان يلخبطك يقول لك البوتينج جولز وفولوينج جولز. بوتينج جولز أنا بحط الأهداف بتاعتي في البداية في الفورمينج، بحط الأهداف وببدأ إن أنا أحدد الإنديفيدوال رولز، وهنا ما بنبقاش لسه بنعمل اي حاجه، احنا بس لسه بنشكل الفريق. نيجي بعد كده، بعد ما شكلنا الفريق، ممكن بقى ان يحصل مرحله الستورمنج، ان يحصل بقى اختلاف وجهات النظر، لسه بنفهم بعض، فالبيربوس يعني الهدف والريليشن شيب ما هياش كلير شويه، العلاقه مش كويسه ما بيننا وما بين بعض. فالستورمنج هنا بيبقى فيها التطور بطيء جدا، مفيش اي تطور فيها، يعني عمالين نتخانق مع بعض. بعد كده نوصل نروح لثالث مرحله هي النورمنج، خلاص العلاقه ما بيننا بقت كويسه وتعرفنا على بعض، وبدانا بقى في النورمنج ان ابقى كوميتمنت تو تيم جولز. هنا بقى انا في الاول حطيت الجولز في الفورمنج، هنا بقى بدات ان انا اشتغل او ان ابقى كوميتد للجولز، وبدانا في النورمنج ان احنا نشتغل كلنا مع بعض علشان نحقق الجولز. في البرفورمنج بقى خلاص احنا مركزين على الجولز وفوكسنج اون جولز، والفريق كله بيبدا ان ينهي مهام، وبقى عشان ان احنا اخر مرحله الفايف اللي هي الادجورنينج، عشان ان احنا بقى نحتفل بنجاح تشكيل الفريق. فهنا اللي بيلخبطنا انه سيتنج جولز، سيتنج جولز في مرحله الفورمينج، بعد كده كوميتد تو جولز في مرحله النورمينج. ديت اللي بتلخبط الناس في الاسئله. يعني انا بحط الجولز في مرحله الفورمينج، بعد كده اجي في النورمينج ابدا ان احنا وركينج اون جولز، اشتغل بقى نشتغل على الجولز. تمام، الفور ستيجز اوف تيم ديفلوبمنت. طيب الداتا اناليسيس بقى، والفرق ما بين الداتا والانفورميشن. طيب هنا الداتا اناليتكس، يعني ايه الداتا اناليتكس وايه الفرق ما بين الداتا والانفورميشن؟ انا لو جيت قلت لكم ان انا عندي البيشنت فول في قسم مثلا الجنرال وورد، او في قسم الانترنال ميديسين واتيفر، يعني انا بحدد بقول لكم ان البيشنت فول عندي 5 بيشنت فول، عندي 5 بيشنت فول، او ان اقول لكم عندي البيشنت فول عالي في قسم معين، هل احنا استفدنا خدنا دلوقتي انفورميشن او معلومه معينه او صحيحه؟ لا، انا قلت لكم فاكتس، قلت لكم حقيقه، لكن انا ما عرضتهاش بالطريقه اللي هي اورجنايزد، فبالتالي ما حولتهاش لانفورميشن لمعلومه. فالداتا عباره عن رو ان اورجنايزد فاكتس، حقائق ولكن ما هياش مرتبه،
محتاجه need to be processed. انا processed، انا محتاجه ان انا اعمل لها organization واجمعها واعرضها بطريقه معينه علشان تديني معلومه اقدر ان انا استفاد من المعلومه دي في الديسيشن ميكنج. فانا لما بجمع الداتا دي اجي اجمع الداتا واعمل لها اورجانيزيشن وبعد كده اعمل لها ديسبلاي، اعمل لها ديسبلاي على تيبل معين، سوري اعمل لها ديسبلاي على جراف معين سواء لاين ولا بار على حسب انا هعمل نوع الداتا وهستخدمها في ايه، فبتديني انفورميشن. الانفورميشن ده اديت لما اعمل لها انتربريتيشن للجراف، يعني ان انا احلل الجراف ده واشوف ايه المشاكل اللي فيه واقول ان مثلا في الشهر الفلاني البيشنت فول عندي زادت، او لا في خلال السنه كان البيشنت فول قليل لكن في شهر معين اللي هو زاد فيه البيشنت فول، يبقى انا كده قدرت اوصل للنولج، ادتني النولج. النولج المعرفه دي هي اللي هتساعدني ان انا اخد القرار، ابدا ادور الشهر اللي زاد فيه البيشنت فول ده كان سببه ايه، هل كانوا متبعين البيشنت فول بروتوكول ولا لا، هل كان الاستاف، يعني ابدا ادور ايه المشاكل اللي موجوده وبناء عليها اعرف اخد القرار المناسب. تمام. كمان في حاجه مهمه في شابتر الداتا اناليسيس، ان احنا نعرف نفرق كويس ما بين الكاتيجوريكال او النون باراميتريك او النون كونتينوس داتا والكونتينوس باراميتريك داتا. الفرق ما بين الاثنين الجوهري عشان نعرف ان احنا نحل عليه او نختار التشارتس المناسبه، لان النون كونتينوس داتا التشارتس اللي بستخدمها يا اما بار يا اما باريتو، اما الكونتينوس داتا اللي هي الداتا البارامتريك انا بستخدم لها الهيستوجرام او الران او الكنترول. فاحنا هنا الكاتيجوريكال او النون باراميتريك داتا بتبقى في منها نوعين، نومينال او اوردينال. النومينال دي اللي هي اقول مثلا الكالر زي اليالو، زي اليالو اورنج، زي مثلا اقول انه النيمز الاسماء زي الجندر السكس ميل فيميل، الحاجات دي كلها انا بقول عليها نومينال داتا. زي مثلا اقول الكوزيس اوف بروبلمز، في مشكله عندي معينه وعندي كوزيس وعايزه ان انا اعرضها واعرض الكوزيس ديت، فانا بقول عليها ان هي نومينال داتا. تمام. الاوردينال داتا لا ملهاش ترتيب، لا النومينال داتا ما فيش ليها اي ترتيب طبيعي. الاوردينال داتا ديت بقى اللي هي الداتا اللي ليها ترتيب، بس الترتيب بتاعها مش زي الترتيب اللي احنا عارفينه. زي ايه؟ زي مثلا لما اقول الجريد اللي هو درجات الناس في الامتحان عندي مثلا جود وفيري جود واكسلنت، زي ما اقول انه البين سكيل زي ما اقول النيها سكيل اللي هو بتاع الهارت فيلير، يعني مجرد هي داتا مترتبه بس مش الترتيب الطبيعي اللي احنا عارفينه، لا ده هي ليها ترتيب خاص بيها. ده اوردينال داتا، فدي بتبقى الداتا اللي هي اقول عليها نون بارامتريك. كمان من اسمائها الديسكريت داتا، برضو زي ايه الديسكريت داتا؟ الديسكريت داتا زي ما اقول انه مثلا البيشنت فيزيت، فهي ما بتحتويش ارقام عشريه، بتبقى ارقام صحيحه ما فيش فيها علامات عشريه. زي مثلا البيشنت فيزيت عدد زيارات البيشنت عندي، هل اقدر ان انا اقول زياره ونص او زياره وربع؟ لا، هي رقم واحد ثابت، يا اما زارني يا اما ما زارنيش، يبقى كده ديت اسمها كاتيجوريكال داتا. زي اللي هو عدد البيشنت نمبر، عدد الاعداد المرضى، اعداد المرضى هل اقدر اقول ان مريض وربع مريض ونص؟ لا، مفيش ارقام عشريه، يبقى دي كلها نون بارامتريك داتا. تمام. البارامتريك النون بارامتريك داتا دي انا بستخدم لها عشان اقيس السنترال تندنسي او القيمه المتوسطه، بستخدم لها الميديان او المود، ما بستخدمش المين لانه الداتا فيها ما هياش نورمالي ديستريبيوتد، لا هي نوت ما هياش نورمالي ديستريبيوتد، ما هياش متوزعه توزيع طبيعي، البيل شيب كيرف لا ما بيمثلهاش. طب ايه التيست اللي انا بستخدمه عشان اعمل افرق ما بين مجموعتين من الداتا اللي هي نون بارامتريك؟ الكاي سكوير تيست. واتفقنا انه النون بارامتريك داتا هعرضها يا اما على بار يا باريتو. انا مش فاهمه سؤالك يا استاذ سامر، ان النومينال هاز ميني فاريشن، مش فاهمه تقصد بيها ايه.
طيب نيجي للكونتينوس داتا او اللي هي البارامتريك داتا، دي الداتا بقى اللي هي مكمله، يعني اقدر اقول فيها 1 و10، 1 من 10، 1 و2 من 10، 1 و3 من 10، 1 وربع، زي مثلا الوزن والطول ودرجه الحراره والسن والحاجات دي كلها فيها ارقام عشريه، فاي حاجه فيها ارقام عشريه فدي بتعتبر الداتا كونتينوس او بارامتريك. طب من انواع الداتا الكونتينوس ومن مسمياتها تاني اللي هي كوانتيتيف، في انترفال وفي ريشيو. الانترفال دي يعني الصفر معايا له قيمه والماينس له قيمه، زي التمبريتشر درجه الحراره، لو انا قلت ان التمبريتشر 0 او ماينس 3 او ماينس 5، الماينس ليه قيمه والزيرو لها قيمه. طيب الريشيو برضو من انواع الكونتينوس ديت، زي مثلا لما اقول البلاد بريشر، البلاد بريشر السيستوليك على الدايستوليك مثلا 120 على 80، السيستوليك على الدايستوليك، فانا كده دي بتعبر عن ريشيو. في الكونتينوس داتا بتبقى نورمالي ديستريبيوتد، يعني الكيرف اللي بيعبر عنها اللي هو الكيرف اللي هو البيل شيب، ده البيل شيب بتاع التوزيع الطبيعي للداتا، فبالتالي يبقى السنترال تندنسي هتعبر عنها بايه؟ السنترال تندنسي هعبر عنها بالمين، لانه الداتا كونتينوس وبتبقى نورمالي ديستريبيوتد. تمام. التيست اللي انا هستخدمه علشان اعمل مقارنه ما بين تو جروب والجروبز دولت يبقى كونتينوس داتا اسمه التي تيست. اسمه ايه؟ التي تيست. طيب طبعا الديسبلاي تولز اللي هستخدمها للكونتينوس داتا هي الهيستوجرام او الران شارت او كنترول شارت. تمام، واضح التيبل ده يا جماعه؟ واضح ليكم كلكم؟ هنا السنترال تندنسي بنقيس السنترال تندنسي قلنا بالمين او الميديان او المود، ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ النقطه دي كنت كلمتكم فيها يا دكتوره فوزيه، مش عايزين نلخبط الناس فيها لان لو وضحتها تاني هتلخبط الناس، بس انت عندك الران شارت السنترال تندنسي بقيسه بالميديان، والكنترول شارت او الران شارت اللي بيبقى مرسوم عشان افرق ما بين الران شارت والكنترول شارت اشوف القيمه الوسطيه مكتوب عليها مين ولا ميديان، لقيت مين يبقى كنترول، هو اللي قدامي كنترول شارت، وطبعا الكنترول شارت فيها ابر كنترول ليميت ولور كنترول ليميت، اما الران شارت القيمه المتوسطه او السنترال تندنسي هتلاقي مكتوب عليها ميديان ومفيش ولا ابر كنترول ليميت ولا لور كنترول ليميت، يبقى دوت اسمه ران شارت. تمام. اوكي، السنترال تندنسي ده هو البيل شيب هو بتاع النورمال ديستريبيوشن للداتا، واتفقنا انه بتوين 1 ستاندرد ديفيجن الداتا اللي موجوده ما بين 1 ستاندرد ديفيجن بيبقى 34% على اليمين وعلى الشمال يعني 68%، وبتوين 2 ستاندرد ديفيجن هتبقى 95%، وبتوين 3 ستاندرد ديفيجن هتبقى 99.7%. اوكي، الميديان بنقيسه ازاي هو والمود والمين؟ المين بيبقى مجموع الداتا، سوري، المين بيبقى مجموعهم، المين بيبقى مجموعهم على عددهم، المين بيبقى مجموعهم على عددهم، يعني عندي ارقام مثلا زي الارقام دي 1 1 2 4 5 6 8 وعايز اجيب لهم المين، هجمعهم 1 بلس 1 بلس 2 بلس 4 بلس 5 بلس 6 بلس 8 على عددهم، هم كم قيمه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 هقسم على n اللي هي 7، يبقى المين دايما مجموعهم على عددهم. خلي بالك من كلمه افريج دي، كلمه افريج دي بتعني مين؟ بيجي لك في الاسئله ويقول لك افريج ما اعرفش ايه كذا وكذا، يبقى الافريج دوت يقصد بيها ويقول لك المين ولا الميديان ولا المود، لا كلمه افريج لما اشوفها يبقى معناها الميديان. كلمه فيفث برسنتايل، سوري، اما اشوف كلمه افريج معناها المين، الفيفث برسنتايل معناها الميديان، اما اشوف فيفث برسنتايل يبقى هو عايز الميديان او بيكلمني عن الميديان. الميديان بقى بحسبه ازاي؟ اول حاجه عشان احسب ميديان ان انا لازم ارتب الاعداد، ارتبها سواء ترتيب تصاعدي او تنازلي، يعني الاعداد اللي هي عندي دي مش مرتبه برتبها كده اهوت 1 1 2 4 5 6 8، وبعدين بعوض في القاعده n بلس 1 على 2، ده في حاله ان هي الاعداد فرديه، لو الاعداد زوجيه، سوري، ده لو الاعداد
لو الأعداد زوجية فأنا بقول N plus 1 على 2، ولو فردية باخد القيمة المتوسطة. أو طبقوا في الاثنين عشان ما تلخبطوش نفسكم، سواء الأعداد زوجية أو فردية، اعملوها N plus 1 على 2، N plus 1 على 2، وهتديك دايما القيمة المتوسطة. بس ما بتدينيش رقم، لا هي بتديني order، يعني بتديني الترتيب. يعني في الأرقام دي N plus 1 على 2 هم عددهم كام؟ 7 plus 1 على 2 هتبقى 8 على 2 هتبقى 4. يعني معناها مش القيمة 4، معناها الفورث اوردر، الترتيب الرابع للأرقام. يبقى دي 1 2 3 4، الترتيب الرابع اللي هو 4، الرقم 4 ده. فأنا بتحدد لي الأوردر، الترتيب بتاع الرقم اللي هيديني الميديان. المود بقى هو الرقم اللي بيتكرر، اكتر رقم بيتكرر. عندي الارقام دي فين الرقم اللي اتكرر فيها؟ هو 1 هو اللي اتكرر مرتين، يبقى المود بيساوي 1. يبقى المود هو الاكتر رقم اتكرر، اكتر قيمه اتكررت عندي. تمام، اوكي. قلنا الكونتينوس داتا بقيسها بالتي تيست، والنون كونتينوس داتا بقيسها بالكاي سكوير. اوكي، التي تيست فيه منه بقى، التي تيست فيه منه ثلاث انواع. في اللي هو سمبل تي تيست او ستودنت تي تيست. الستودنت سمبل او ستودنت تي تيست ده في حاله ان انا بقارن ديفرنت جروبس، ديفرنت تو جروبس، مجموعتين مختلفتين ببعض، بستخدم ستودنت تي تيست او اللي هو اسمه تو جروب تي تيست. وفي حالة اللي هو لو في بقى البيرد تي تيست، لو في حالة هي نفس المجموعة بقارنها بيفور اند افتر، نفس المجموعة بقارنها قبل وبعد، قبل مثلا ما اديت انترفينشن معين وبعد ما اديت الانترفينشن ده، فهي نفس المجموعه انا بقارنها قبل وبعد، يبقى اسمه بيرد تي تيست. اما مجموعتين مختلفتين ستودنت تي تيست، اكتر من مجموعتين بقى مثلا ثلاثه او اكتر، بيبقى اسمه انوفا تيست. يبقى الانوفا والستودنت تي تيست والبيرد تي تيست دي كلها من انواع التي تيست اللي بيستخدم للكونتينوس داتا. تمام، فاكرين الجي سي اي سامبلينج جايد لاين فور سامبلينج؟ قلنا لو السامبل سايز عندك اقل من 30 هاخدهم كلهم، لو من 30 ل 100 هاخد 30 كيسز، لو من 101 ل 500 هاخد 50 كيسز، لو مور ذان 500 هاخد 70 كيس. تمام، فاكرين التايب اوف سامبلينج؟ في عندي probability سامبلينج والنون probability سامبلينج. probability سامبلينج اللي هي اقدر ان انا اعمل generalize finding to all population، يعني اقدر ان انا اعمم النتائج اللي هحصل عليها من probability سامبلينج لكل population اللي عندي. ومن امثلتها السمبل random sample، ان انا بختار اختيار عشوائي كده زي اللي بيبقى في المسابقات بيحط ايده ويختار اي ورقه كده عشوائي، فبالتالي كل population ليهم the same chance to be selected، يعني كل البوبوليشن اللي عندي لهم نفس الفرصه ان ممكن ان اختار اي حد فيهم. طب ستراتيفايد راندوم وكلاستر راندوم، الاثنين بقى انا بقسم المجموعات او البوبوليشن اللي عندي لمجموعات، بقسمهم لهوموجينس جروب، بقسمهم لمجموعات متماثله. يعني جيت انا هنا في مثلا قسمت الميلز والفيميلز او مثلا الالدر والادلت والتشيلدرن وهكذا، واجي بقى الفرق ما بين استراتيفايد راندوم وكلاستر راندوم. في الاستراتيفايد هاخد بقى من كل مجموعه انا قسمتها هاخد عدد معين، يعني هاخد هنا مثلا من الميلز 2 ومن الفيميلز 2. اما في الكلاستر بعد ما انا قسمتهم لهوموجينس جروب انا هاخد مجموعه على بعضها، بعد ما قسمتهم لهوموجينس جروب تعالى بقى خد لي مجموعه على بعضها من من كل مجموعه منهم. يعني الصورة دي شوية مش واضحة، لو احنا افترضنا ان عندي مثلا المجموعة عندي الكالر يلو، مثلا الكالر يلو قسمته لثلاث مجموعات، وكالر ريد قسمته لثلاث مجموعات، وكالر بيربل قسمته لثلاث مجموعات. اجي بعد كده اخد بقى من الكالر يلو مثلا مجموعة على بعضها، من الكالر يلو مجموعة على بعضها، من الكالر ريد مجموعة على بعضها، من الكالر بيربل مجموعة على بعضها. فأنا هنا مش خدت نمبر، أنا خدت مجموعة على بعضها من كل مجموعة أنا قسمتها. يعني أنا عندي هنا اليلو أهو كان ثلاث مجموعات، أنا أخدت منهم مجموعة كاملة على بعضها،
جيت هنا برضو من الريد اخدت مجموعة كاملة على بعضها وهكذا. فانا اخدت مجموعة كاملة على بعضها بمجموعة كاملة على بعضها من كل جروب انا قسمته، يبقى دي اسمها كلاستر راندوم. اما الاستراتيفايد راندوم انا من كل مجموعة باخد رقم معين. تمام. السيستماتيك راندوم بقى، السيستماتيك راندوم ده احنا بنعتمد على السيستم، انا بختار الرقم الاولاني اللي هو النينث رام نمبر، الرقم الاولاني، وبعد كده بيعد. يعني مثلا انا اخترت الرقم الاولاني نمبر 3 اللي هو الثيرد بيشنت، فبعد كده هو هيعدي رقمين وياخد الثالث، يعدي رقمين وياخد الثالث، فده اسمه سيستماتيك راندوم سامبلينج. تمام. النون بروبابيليتي بقى سامبلينج، النون بروبابيليتي سامبلينج ما بقدرش اعمم النتائج على الكل لان بيبقى فيها بايز، يعني انا في تحيز انا متعمداه. زي الكونفينينس سامبلينج، كونفينينس يعني اروح ان انا اختار مجموعه من السامبل موجودين في مكان معين في وقت محدد انا محدده، زي ما اقول ان كل البيشنت اللي في قسم الطوارئ في يوم السبت فانا رحت اخترتهم، هل ده هيمثل لي كل البيشنت اللي مر على كل الاقسام في الاورجنايزيشن عندي؟ اكيد لا. طيب السنوبول سامبلينج، السنوبول سامبلينج ده اللي هو عامل زي كرة الثلج، زي مثلا الكوفيد 19 انا بختار اول سامبل والكل والسامبل هي اللي بتجيب اللي وراها واللي وراها يجيب اللي وراها وهكذا. انا اخترت الشخص ده اللي عنده كوفيد 19 اشوف كان مخالط لمين واللي كان مخالط له ده خالط مين وده خالط مين وهكذا، فبجمع كده السامبل. البربوسيف او جادجمنت يعني انا بختار كرايتيريا معينه انا متعمد ان انا اختارها، فبتبقى اسمها بربوسيف. زي ما اقول مثلا ان البوبيوليشن اللي هو البوبيوليشن اللي عندي all females over 65 years، او ما انا اجي بقى اعمل بربوسيف ان اقول all females over 65 years with hip replacement joint، فانا كده حطيت كرايتيريا خاصه بمجموعه من الناس معينين مش بتمثل كل البوبيوليشن. الكوتا سامبلنج، الكوتا بتميز بيه ان انا بختار بيرسنت، بشوف بيرسنت، يعني مثلا عندي الجروب دهوت وانا هاخد مثلا دول جروبز وهاخد 1% 5% 30% 20% على حسب ما احدد البيرسنت اللي انا هاخدها من الجروبز دي كلها، فانا كده انا بختار بيرسنت. زي مثلا لو عندي في دار مسنين عندي 100 فيميل و 500 ميل وانا عايزه اقول ان انا هاخد مثلا 10% من كله، فهيبقى ال 10% هنا هتمثل كام وال 10% هنا هتمثل كام واختار، فالكوتا بتعتبر بيرسنت. تمام. اوكي. الداتا كولكشن تولز، احنا لما بنيجي نعمل داتا كولكشن بستخدم تولز في الداتا كولكشن عشان اجمع معلومات عن الحاجه اللي انا عايز اجمع عنها معلومات. طيب في عندي بناء على التول اللي هستخدمها هتديني بقى نوع الداتا، يا اما الداتا هتبقى كواليتاتيف او ما هي السمبل راندوم اللي قلناها اول واحده، يا اما كواليتيتيف يا اما كوانتيتيتيف. تمام. بناء على التول اللي هستخدمها هعرف نوع الداتا. فلو انا التولز اللي استخدمتها كانت اوبزرفيشن او انترفيو او فوكس جروب، دي كده هتديني نوع داتا كواليتيتيف، يعني ما هياش داتا رقميه. لما اعمل فوكس جروب ان انا اروح ان انا اعمل انترفيو مع مجموعه من البيشنت ليهم نفس اندر ذا سيم كونديشن، يعني ليهم نفس الاعراض او نفس الديزيز، واروح ان انا اعمل انترفيو معاهم كده عشان اقيم الخدمه، فانا هطلع في الاخر الداتا عندي يا اما ساتسفايد يا اما نوت ساتسفايد. الانترفيو والاوبزرفيشن برضو بتديني داتا كواليتيتيف. اما اللي بتديني داتا، داتا كولكشن تول اللي بتديني داتا كوانتيتيف زي التشيك شيت والتالي شيت او السيرفي والكويشنير، السيرفي والكويشنير ديت بتديني داتا رقميه في الاخر بتجمع لي نتائج السيرفي، ان مثلا 50% ساتسفايد و50% نوت ساتسفايد. التشيك شيت ان انا احط التاسكس او الداتا اللي عايز اجمعها واعمل تشيك على دي جمعتها ودي مش جمعتها، او اشوف انا ايه اللي عملته وايه اللي ما عملتوش، او دي اوكي ودي مش اوكي، فبتديني في الاخر برضو نتيجه رقميه، ايه النسبه اللي مت ولا نوت مت او كذا. تمام.
هنا نفتكر مع بعض الفرق ما بين السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، مهمين جدا. السنسيتيفيتي هي بتعبر عن الترو بوزيتيف كيس، يعني ايه؟ انا لما اقول تحليل الكوفيد 19 نسبه السنسيتيفيتي له 95%، ده معناها من 95% سوري، معناها انه من 100%، يعني من 100 شخص، من 100 شخص مصاب هو هيقدر يطلع لي 95 بس ويقول لي ان هم ترو بوزيتيف، ان ال 95 دول فعلا عندهم الديزيز. طب والخمسه الباقيين؟ الخمسه الباقيين هيديني فولس نيجاتيف، يعني هقول عليهم انهم نيجاتيف رغم ان هم انفكتد والمفروض ان هم بوزيتيف. فالسنسيتيفيتي بتديني تو ايدنتيفاي اند سيلكت بوزيتيف كيسز، فبتديني الترو بوزيتيف. عكسها السبيسيفيسيتي بتديني الترو نيجاتيف، يعني بتعمل اكسكلود لمين؟ يعني لما اقول انه عندي 100 فرد وال100 دول ما فيش عندهم كوفيد 19، وقلت ان السبيسيفيسيتي للتيست مثلا 98%، يبقى من ال100 اللي ما عندهمش دول انا هقدر استبعد اكسكلود 98 واقول فعلا ان النتائج بتاعتهم نيجاتيف. طب الاثنين اللي باقيين؟ لا، هيديني فولس بوزيتيف. الاثنين الباقيين هقول عليهم انهم بوزيتيف رغم ان هم مش بوزيتيف، فولس بوزيتيف. يبقى السنسيتيفيتي الترو بوزيتيف والسبيسيفيسيتي الترو نيجاتيف. تمام. برضو عندي مهم الريلايبيليتي والفاليديتي. نقول تاني السنسيتيفيتي يعني تديني ترو بوزيتيف، يعني هتديني قد ايه من الناس اللي هم انفكتد مصابين هتقول لي، هتقدر تقول لي اه فعلا في ترو بوزيتيف انهم فعلا مصابين قد ايه. يعني لو 95% سنسيتيفيتي يعني تطلع لي من 100 مصابين هتطلع لي منهم 95، والخمسه الباقيين هتقول لي لا ده فولس نيجاتيف. تمام. السبيسيفيسيتي بقى اللي اكسكلود، يعني هتستبعد اللي هم الغير مصابين، يعني لو 100 فرد غير مصاب وقلت ان السبيسيفيسيتي 98% هتقول لي ان فعلا 98 عندهم نيجاتيف ترو نيجاتيف، ولكن الاثنين هتقول لي فولس بوزيتيف، هتقول لي ان هم مصابين وهم مش مصابين. تمام. الفرق ما بين الريلايبيليتي والفاليديتي وجت في اختبار سبتمبر كتعريفها، يعني هو جاب لك سيناريو وحوار كبير وجدول وفي الاخر هو عايز يعرف انت عارف تعريف الريلايبيليتي والفاليديتي ولا لا. الريلايبيليتي يعني اقدر ان انا كل مره اعيد فيها التحليل، يعني ان ريبروديوسبل واي، كل مره اعيد فيها التحليل او اعيد فيها تجميع الداتا تديني نفس النتيجه، دي معناها الريلايبيليتي. والفاليديتي معناها الاكيورسي، يعني ان انا اقيس الحاجه اللي انا رايح اقيسها. انا ما اروحش ما اكونش انا رايح ان انا اعمل ميجرمنت مثلا كوفيد 19 واديني نتائج ميجر، اديني ميجر لاي حاجه ثانيه او لديزيز ثاني او مثلا انفلونزا. انا ده معناه الفاليديتي، ability to measure what's really desired to be measured، دي accuracy. تمام. دول التعريفين، الاربع تعريفات المهمه في السلايد دي. طيب احنا طبعا عارفين الكنترول والران شارت، وقلنا انه من فوائدهم انهم بيحددوا لنا الفاريشن. طب ايه انواع الفاريشن؟ البروسيس فاريشن، في عندي السبيشال كوز فاريشن والكومن كوز فاريشن. السؤال مش معايا بس هم السؤال حكوا لي عنه، يعني كان سيناريو طويل مش فاكرينه بس كان في الاخر بيسالك ان انت عارف معنى كل واحد فيهم ولا لا. يعني هم حتى ما عرفوش يتذكروا السؤال لانه قال لك كان سيناريو طويل بس بيعتمد على فكره انه انت عارف معناها ولا لا. من اسماء السبيشال كوز فاريشن اساينبل او سبيشال كوز، اكسترنسيك، اوت لاير، في ليها مجموعه اسماء انا مجمعها لكم لاسماء اللي هي السبيشال كوز فاريشن. طبعا السبيشال كوز فاريشن لازم ان انا اعمل لها روت كوز اناليسيس، لازم ان انا اعمل انتنسيف اناليسيس ضروري على طول، لازم ان انا اعمل لها اليمينيشن علشان ان انا ده في حاله لو هي نيجاتيف لازم ان انا اعمل لها اليمينيشن عشان اوصل بالبروسيس عندي تبقى ستيبل. طيب ممكن ان هي تبقى بوزيتيف؟ اه ممكن. ممكن يكون عندي مثلا نسبه الهاند هيجين كومبلاينس لو انا عرضها مثلا على كنترول تشارت وعندي الابر كنترول ليميت عندي مثلا 80%،
وجه في شهر من الشهور طلع عندي الهاند هايجين كومبلاينس وصلت ل 90%. يبقى دي كده هتمثل سبيشال كوز فاريشن، لانها خرجت عن الابر كنترول ليميت، صح؟ خرجت عن الابر كنترول ليميت، فبقت كده مثلت سبيشال كوز فاريشن. بس هل السبيشال كوز فاريشن ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا بوزيتيف. فانا هعمل له انتنسيف اناليسيس برضو لانه هو بيعتبر سبيشال كوز. اي سبيشال كوز لازم ان انا اعمل له، اي سبيشال كوز لازم ان انا اعمل له انتنسيف اناليسيس. لو ده كده هنا الابر كنترول ليميت، وفي شهر معين وصل عندي انه اللاين طلع هنا كده، فديت هتمثل طبعا ان انا اتمثل سبيشال كوز. سبيشال كوز لازم ان انا اعمل له اناليسيس. فليه هعمل له اناليسيس ليه وهو بيست براكتس؟ عشان ان انا تو انشور ريكرنس، عشان اعرف ايه اللي تم في الشهر ده او ايه اللي حصل بالظبط خلاه خلى الكومبلاينس كده زاد، عشان ان انا اثبته وازود الكومبلاينس ريت عندي. تمام، نيجي للكومن كوز. الكومن كوز فاريشن بيبقى من مسمياته ان هو كرونيك وان لير او انترنسيك، وفي له مسميات كتيره. طبعا انا مش بعمل له اليمينيشن، عشان لما يجي لك في السؤال يقول لك ان الكومن كوز اعمل له اليمينيشن، لا، الكومن كوز انا بعمل له امبروفمنت او ان انا بعمل له ريدكشن. امبروفمنت او ريدكشن مش اليمينيشن، بيحتاج انيشال اناليسيس او اللي هو يعني تحليل مستمر كده، مش فوكس اناليسيس، مش روت كوز اناليسيس ولا انتنسيف اناليسيس. تمام، ممكن اعمل له امبروفمنت او ريدكشن. دي المسميات اهم، مسميات الكومن كوز: نويز، ناتشورال بروبلم، راندوم، انتسيبيتد، كرونيك، انترنسيك، نو نيد فور انتنسيف اناليسيس. بعمله بس اون جو. السبيشال كوز مسمياته: اساينبل، انيوجوال بروبلم، سبوراديك كوز، نون انتسيبيتد او اكيوت او اكسترنسيك. تمام، الانيشال اناليسيس طبعا اللي بيعمله بيبقى شخص مش عنده اكسبرتيز. يعني لو اللي هو احنا اتفقنا انه مين المسؤول عن الداتا كوليكشن، الداتا كوليكشن لما باجي اقول مين اللي هيجمع الداتا، الداتا كوليكشن مين اللي هيجمعها؟ البروسيس اونر. الداتا كوليكشن اللي بيجمعها بروسيس اونر. طيب مين اللي بيحط لي الكرايتيريا عشان نعمل داتا كوليكشن؟ هنجمعهم مع بعض كده. مين اللي بيحط لي الكرايتيريا عشان اعمل داتا كوليكشن، اجمع داتا؟ الليدر. يبقى اللي بيحط كرايتيريا عشان نعمل داتا كوليكشن هو الليدر. مين اللي بيعمل داتا كوليكشن؟ البروسيس اونر. طب مين اللي بيعمل لي برايوتايزيشن للبرفورمانس امبروفمنت؟ مين اللي بيعمل برايوتايزيشن للبرفورمانس امبروفمنت وبيعمل كمان ايفالويشن للبرفورمانس وايفالويشن للتيم وبيحط لي الدايركشن؟ ايوه الكواليتي كونسل. الكواليتي كونسل هم اللي بيحطوا لي الدايركشن وبيعملوا لي البروتايزيشن. تمام، طيب البروسيس اونر بقى وهو بيعمل داتا كوليكشن ممكن يعمل انيشال اناليسيس كده للداتا، ومبدئيا يقول الكونكلوجن بتاعه: والله انا شايف ان التات عندنا عالي، او ان عندنا مشكله في كذا. بعد كده بيجي بقى الداتا ديسبلاي، بقى لما بنعرض الداتا بقى على التشارت، فبنعمل لها انتنسيف اناليسيس بقى في حاله ان هو حد يكون اكسبرتيز واكسبيرينسد بالموضوع. طيب فاكرين الفرق ما بين الكيس كنترول والكوهورت ستادي؟ من انواع الاستادي اللي خدناها قلنا انه الكوهورت ستادي بروسبكتيف، وفي كوهورت ريتروسبكتيف، بس يعني ما بتجيش في اسئله وبتلخبط الناس قوي، فاحنا عايزين نفرق ما بينهم دلوقتي. اولا الكيس كنترول، الكيس كنترول كلها ريتروسبكتيف، يعني انا ببص ورا. يعني مثلا في الكيس كنترول انا بدور بشوف انا بادئ بالافكت، بادئ بالافكت اللي هو الديزيز اللي انا وصلت له دلوقتي، ان البيشنت عنده مثلا لونج كانسر، وابدا ان انا ادور في تاريخه المرضي او تاريخه الطبي، اعرف هو كان مثلا سموكينج ولا لا، عشان كده اعرف هل هو اللي سموكينج هو اللي كان سبب الكوز او الاكسبوجر لللنج كانسر ولا لا. ففي الكيس كنترول انا بعمل ريتروسبكتيف عشان ادور على السبب. انا بادئ بايه؟ بادئ بالديزيز، الديزيز عندي وبشوف الكوز بتاعه. طيب اما في كوهورت، في الكوهورت اللي هو البروسبكتيف، انا بادئ في الكوهورت بادئ بالكوز، يعني بجيب مجموعتين من الناس
مجموعة أخليهم يعملوا يدخنوا يبقوا سموكينج، ومجموعة تانية نون سموكينج، مجموعة تانية نون سموكينج. أنا بادئ بالكوز مش بادئ بالإفكت، وأبدأ أتابعهم لمدة سنين قدام عشان إن أنا أبص هل هيحصل إفكت اللنج كانسر ولا لأ، هل الناس اللي هم اللي سموكينج هيجيهم لنج كانسر ولا مش هيجيهم. فأنا كده عملت بروسبكتيف كوهورت ستادي. الكورد فيه منه حاجة تانية بتبقى ريتروسبكتيف، ان انا ببدأ برضو بالكوز اللي هو اللي انا اللي ببدأ بالكوز اللي هو السموكينج اللي عندي، وبدور ورا كده ايه الافكتس بتاعتهم او ايه اللي كان السبب اللي كان مؤثر عليهم او كده. بس بتلخبط الناس، وعامة ما بتجيش في الامتحان، يعني ما بيجيش كوهورت الا بروسبكتيف. والسؤال المشهور اللي بيجي على بروسبكتيف كوهورت يقول لك انه a study was done 4 years ago for كذا كذا، يعني دراسة اتعملت من 4 سنين. انا بدور على نتائج الدراسة ديت حاليا، عايز اشوف تأثير الدراسة ديت على حاليا، والدراسة انا بدأتها امتى؟ بدأتها من 4 سنين. يبقى الدراسة دي كانت بروسبكتيف ولا ريتروسبكتيف؟ دراسة بدأتها من 4 سنين وبشوف نتائجها السنة دي، يبقى الدراسة دي اللي انا بدور عليها وعلى نتائجها دي بروسبكتيف ولا ريتروسبكتيف؟ لا، برو، دراسة أنا عملتها من يعني أنا دلوقتي جيت في سنة 2020 وبدأت دراسة، أوكي، وشغال على الدراسة دي، وبعدين جيت أنا في سنة 2024 بشوف بقى نتيجة الدراسة اللي أنا بدأتها. يبقى أنا بدأت الدراسة كده بروسبكتيف ولا ريتروسبكتيف؟ بروسبكتيف. يبقى كوهورت. يبقى دايما هيجي لك في السؤال ويقول لك study was done 4 years ago، يبقى كده معناها ان هي بروسبكتيف، يبقى كوهورت study. ده السؤال المشهور اللي بيجي على كوهورت. ما شفتش اسئله على ريتروسبكتيف كوهورت، فبلاش نلخبط نفسنا فيها. تعالوا نفتكر مع بعض كده الرولز بتاعه الفاريشن في الران والكنترول تشارت. اول واحد هو الشيفت. احنا قلنا الشيفت عبارة عن 6 or more consecutive data points with all above the mean or down the mean، يعني 7 نقاط او اكتر متتابعة في حالة الـ run chart، اما في حالة الـ control chart بنزودها شوية، فبدل ما هي 6 هتبقى 8 في الـ control chart، 8 في الـ run chart، 6 يعني 6 نقاط متتابعة كده كلها فوق المين أو كلها تحت المين، فده بسميه شيفت. أيوة 8 أو 9 ديت في حالة اللي هو الكنترول تشارت، أما في حالة الران تشارت 6 أو مور بوينتس، تمام؟ 6 أو مور في حالة الران تشارت بداتا بوينتس، وتكون كلها فوق الميديان أو كلها أو تحت الميديان. في حالة الكنترول تشارت بتبقى 8 أو مور، أوكي؟ يعني طيب النقاط اللي عندي اهيت، نقاط اهي دولت هم كام نقطه؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 بوينتس هم 6 اور مور، يعني هنا اكتر من 6 هم، وكلهم فوق المين. طب لو في اي نقطه فيهم قطعت المين او الميديان، لو اي نقطه فيهم قطعت المين او الميديان، انا هحسبها؟ لا مش هحسبها، واقوم اعد النقاط اللي بعدها. بس هنا في حاجة عايزة أوريها لكم. لو عندي النقطة دي مثلا قطعت المين، النقطة دي قطعت المين، وبعد كده جت النقطة دي زي ما هي كده، زي ما هي كده، دي الحالة الأولى، ماشي؟ الحالة الثانية هنا نقطة قطعت المين، والنقطة دي بدل ما هي فوق كده، لأ هي نزلت تحت هنا، تحت الميديان أو المين. هل في الحالة الأولى أنا هعد أكمل الشيفت ولا لأ؟ أو في الحالة الثانية أكمل الشيفت ولا لأ؟ لأ لأ لأ، دي التعديل اللي في جانت 30، في نسخة جانت 30 التعديل الجديد الأبديت، إنه الران تشارت 6 أور مور والكنترول تشارت 8 أور مور. تمام؟ بصوا في الحالة الأولى، خلينا ناخد حالة حالة. في الحالة الأولى النقطة دي قطعت الميديان،
وبعدين النقطة دي التانية فوق فوق كلها فوق الميديان ما نزلتش. أنا هكمل عد النقاط ولا مش هكمل؟ هكمل. أيوه في الحالة الأولى أنا هكمل. ليه؟ لأن كلهم فوق الميديان، في النقطة اللي هتقطع الميديان أنا مش هحسبها، بس هعد بقية النقاط اللي معايا كلها فوق علشان أشوف هيكملوا لي 6 ولا لأ في حالة الران، و8 في حالة الكنترول. اما في الحاله الثانيه ان النقطه دي قطعت الميديان وبعدين النقطه اللي بعدها نزلت تحت الميديان، لا كده بقى خلاص مش هينفع ان انا اكمل عد، لان في نقطه بقت تحت الميديان. انا الشرط بتاع الشيفت ان كل النقاط تبقى في اتجاه واحد، يا اما كلها فوق يا اما كلها تحت. تمام؟ ايوه في الحالتين انا مش هعد النقطه اللي هتقع على المين او الميديان، بس هل هكمل عد النقاط عشان احسب الشيفت ولا مش هكمله؟ لو ما زالت النقاط كلها في اتجاه واحد هكمل عد والشيفت لحد ما اشوف. لو في نقطه نزلت تحت بقت في اتجاه تاني مختلف عن اتجاه النقاط اللي انا بعد فيها، لا انا كده مش هعد الشيفت، لان كده خلاص وقفت الشيفت عند النقطه اللي لمست الميديان. تمام كده؟ ايوه لو عكست الاتجاه، ايوه ريسبكت مين او ميديان. انه دايما الشيفت بنقول عليه ريسبكت مين او ميديان لانه بيعمل حساب للمين او الميديان، بعكس الترند. الترند اي نقطه تقطع المين او الميديان عادي انا بعدها جدا بعدها وبحسبها ومفيش فيها اي مشكله. الشيفت كده واضح يا جماعه؟ ندخل على الترند. يبقى الشيفت 6 نقاط متتابعة أو أكتر في حالة الرن، و8 أو أكتر في حالة الكنترول. أي نقطة قطعت المين أو الميديان ما بحسبهاش وأرجع وأكمل عد بقية النقاط لو كلها في نفس الاتجاه. نقطة راحت في اتجاه تاني خلاص أنا بوقف هنا كده وما ينفعش إن أنا أكمل وأقول ده شيفت. بوقف لحد هنا وأشوف بقى النقاط اللي قبليه جمعت 6 أو أكتر عشان أقول عليها شيفت ولا أقل فما أقولش عليها شيفت. طيب نيجي للترند. الترند بقى بتبقى اللي هي نقاط يا اما تصاعديه او تنازليه، يا اما all going up or all going down. زي ده كده هنا all going up وهنا all going down. النقاط كلها يا اما طالعه لفوق يا نازله لتحت زي السلم كده. اي نقطه تقع على المين او الميديان انا بعدها. الترند بيبقى 5 نقاط او اكتر في حاله الران، و6 او اكتر في حاله الكنترول. طيب لو في نقطتين اتنين بقوا على نفس اللاين، لو دي مثلا نازله لتحت كده فبقت على نفس اللاين ده، هعمل فيها ايه في الحاله دي؟ لو نقطتين على نفس اللاين، يعني لو هنا النقطه دي هنا اهو، يبقى انا بحسب نقطه واحده منهم. ايوه مش بحسب الاثنين، بعدهم برقم واحد بعدد واحد. يعني لو هنا ديت هنا اهوت ما هياش هنا، يبقى هعدها نقطه واحده، يبقى اقولها دي واحد والاثنين مع بعض هحسبهم واحده بس، يبقى 2 3 4 5. اما لو هم كده زي ما هي في الرسمه والنقاط كلها ما فيش اي نقطتين على خط واحد فخلاص بعدهم كلهم. يبقى الفرق، يبقى الترند الحاجه الوحيده اللي فيه اللي ما بحسبهاش لو نقطتين اتنين على نفس البوينت and the same point، فبحسبهم بنقطه واحده واكمل عد. اي حاجه تقطع السنترال لاين سواء مين او ميديان عادي بحسبها مفيش فيها اي مشكله. تمام؟ طيب نيجي للاسترونوميكال فاليو اللي هي اي نقطه تكون بعيده عن بقيه الداتا. هنا شوفي الداتا كلها متوزعه حوالين السنترال لاين والنقطه دي بعيده كده، فدي اسمها استرونوميكال داتا او استرونوميكال فاليو، بتمثل برضه سبيشال كوز فاريشن. كل السبيشال كوز لازم ان انا اعمل لهم انتنسيف اناليسيز ولازم ان انا اعمل لهم اليمينيشن عشان اوصل للبروسيس ان هي تبقى ستيبل. نفس الرولز بنطبقها في الرن هي نفسها في الكنترول، بس بنزود في الكنترول ان في الكنترول شرط انا بقسمه لزونز كده. لو اعتبرنا ده هنا المين اهو، بقسمه لزون من بره لجوه، زون A B C من بره لجوه A B C. والزون A بتمثل 3 ستاندرد ديفيجن، وزون B 2 ستاندرد ديفيجن، وزون C 1 ستاندرد ديفيجن. طيب ازاي ان انا اقول ان في ايه عدد النقاط اللي في كل زون واقول عليه سبيشال كوز؟ الزون A لو جالي فيها 2 بوينتس يعني اي نقطتين فيها اقول عليها سبيشال كوز. هنا النقطه دي بعيده عنها، هي دي سبيشال كوز برضو لانها عدت الابر كنترول ليميت، ولكن ان الاثنين لازم يبقوا مع بعض هنا في نفس الزون عشان احسبها تبع الرول بتاعت نيلسون رول. الزون B يبقى 4
أربع 4 بوينتس في الزوم بي، هنا هو في أكتر من 4 فبعتبره intensive special cause ومحتاج intensive analysis. الزون سي بقى بيبقى 8 بوينت، وال 8 بوينت يعني هنا وهنا، بجمع هنا وهنا مع بعض 8 بوينت يعني ما بين هنا وما بين هنا. الزون سي يعني مش علينا في المنهج وما بتجيش في أسئلة، هو أكتر حاجة بيجي هي الزون A. نبقى عارفين اللي في زون A لو في 2 بوينتس فانا كده هعتبرها سبيشال كوز فاريش، وزون بي 4 بوينتس. تمام؟ اوكي. هنا التولز اللي بستخدمها في الداتا اناليسيس، التولز اللي بتستخدم للريليشن شيب هي ايه؟ الفلوت شارت، لان في الفلوت شارت انا برسم خطوات البروسيس وبرسم خطوات كل واحده على برسم خطوات كل خطوة وعلاقة كل خطوة باللي قبلها. لو نقطة على الخط تقصد، لو نقطة على الخط فين هنا؟ لا انت شوف النقطة بقى يعني اللي على الخط دي هي المفروض تبقى في الزون هي. لو على الخط كده ما هياش في الزون، لا مش محسوبة، لازم تبقى في انهي زون فيهم. تمام؟ الفيش بون اللي هو الايشيكاوا او كوز ان افكت دياجرام بيعرض برضو ريليشن شيب. الفايف واي لما اقعد اسال واي 5 مرات برضو بيعرض لي الريليشن شيب عشان اعرف الروت كوزز. التري دياجرام قلنا ان التري دياجرام هو عباره عن فلوت شارت كومباينيشن من الفلوت شارت والفيش بون، ولو عملت كومباينيشن من الفلوت شارت والفيش بون وزودت عليهم سوليوشن بقى البروسيس ديسيشن بي البي دي بي سي، بقى البي دي بي سي اللي هو البروسيس ديسيشن بروجرام شارت ده اللي هو فيه سوليوشن. والانتر ريليشن شيب دياجرام اللي هو برضو بيعرض لي ريليشن زيه زي الاسباكيتي دياجرام. البروتيزيشن عشان اعمل بروتيزيشن طبعا المالتي فوتنج البروتيزيشن ماتريكس الباريتو عشان اشيل الويست وخاصه في اللين فاليو ستريم ماب، عشان ديكريز ريزيستنس فورس فيلد اناليسيس، عشان الداتا كل ايديا كولكشن اجمع ايديا برين ستورمنج. والبرين ستورمنج نفسه هو النومينال جروب تكنيك زي البرين ستورمنج بس ان سايلنت، والديلفي في حاله انه ان اعضاء الفريق والتيم ممبرز يكونوا ريموت يعني بعاد عن بعض، مثلا الشركه مالتي ناشونال واعضائها مش في مكان مجلس الاداره مثلا عايز يعمل ميتنج وهيعمله اونلاين، بتبقى اونلاين اسمها ديلفي تكنيك. البروبلم سولفنج الـ A3 ريبورت والـ BDBC لأنه قلنا تري دياجرام والسوليوشن. الـ Data Categorization بعد ما أنا جمعت الـ Data من الـ Brainstorming بعمل لها Affinity Diagram وهو نفسه الـ Lotus Diagram بس يعني عملها بشكل اللوتس عشان إن أنا أحط كل Data تحت القسم المعني بيها أو أعمل Categorization. التراكنج التشيك ليست والجانتد شارت، الجانتد شارت اللي هو بهوريزونتال بار شارت كده علشان اعمل تراكنج للتاسكس اللي انا بديها للناس. الداتا ديسبلاي زي الستوري بورد. تمام؟ طيب نفتكر مع بعض هنا البروسيس ري انجينيرنج. الستيبس ان بروسيس او البروسيس ري انجينيرنج يعني ان انا اعمل في البروسيس ري انجينيرنج دايما انا بسميها البارادجم شيفت. البارادجم شيفت يعني انا بعمل تغيير في البروسيس في الواي اوف ثينكينج نفسه او تغيير البروسيس، يعني زي ما اكون ان انا كنت شغال مثلا على ملف ورقي واغير الملف الالكتروني فانا كده عملت بارادجم شيفت، انا عملت تغيير لكل البروسيس للبروسيس نفسها، عملت تغيير للبروسيس كلها على بعضها، يبقى انا كده عملت بارادجم شيفت. فانا عشان اعمل بروسيس ري انجينيرنج بعرف ايه الاوبجكتيفز اللي عندي والكاستمر نيد احتياجات العميل، وادرس البروسيس اللي موجوده دلوقتي عشان ان انا اعمل فيربيوليشن ل ريديزاين بلان او النيو بروسيس، وبعد كده بعمل لها امبلمنتيشن. فمن انواع الري انجينيرنج ده انه يا اما ان انا بعمل داون سايزنج يا بارادجم شيفت. قلنا بارادجم شيفت ان انا هغير الواي اوف ثينكينج نفسه واعمل بروسيس جديده. اما الداون سايزنج زي مثلا ان انا اعمل نو فيوتشر جروث، يعني ان انا
اشيل قسم، الغي قسم، انا شايف مثلا قسم الجلديه عندي ويز نو بينفيت، فانا خلاص انا هلغي اصلا الجلديه عندي من القسم، فانا كده قفلت قسم، فانا عملت داون سايزنج، يعني مش متوقع ان انا ازود دخلي، لا انا بالعكس انا قفلت قسم عندي، ده اسمه داون سايزنج. يعني ما بشوفش عليها اسئله كتير غير على اللي هي بارادايم شيفت، انه معناها انه اغير في بروسيس واعمل راديكال تشينج، يعني تغيير جذري. تمام. طيب ايه هو الاي دي اس اللي هو انتجريتد ديليفري سيستم؟ الانتجريتد ديليفري سيستم يعني ان انا اربط السيستم اللي عندي كله والاقسام كلها ببعضها. ومن انواع الانتجريتد ديليفري سيستم في هوريزونتال وفي فيرتيكال. نفرق ما بين الاثنين. الهوريزونتال ده اللي هو دايما انا بسميه المالتي هوسبيتال سيستم، يعني لما اكون انا عندي مستشفى وافتح مجموعه مستشفيات واكون انا اقدم نفس الخدمه، نفس المستشفيات بتدي نفس الخدمه، ما فيش حاجه جديده انا ضفتها، ما فيش اي خدمه جديده انا ضفتها، يبقى اسمه هوريزونتال انتجريشن. طيب في خدمه جديده انا ضفتها فرحت اتعاقدت مع حد تاني عنده الخدمه دي، اسمه فيرتيكال انتجريشن. مثلا انا عندي انا هوستل وما عنديش قسم الام ار اي، رحت اتعاقدت مع مركز عنده الام ار اي، فبالتالي ده اسمه فيرتيكال انتجريشن، لان اداني ايه؟ نيو سيرفيس، اداني خدمه مش موجوده عندي. لازم طبعا السيستم يكون انتجريتد، بمعنى انه مرتبط ببعضه، انه المريض ما هوش ما يضطرش مثلا في حاله الهوريزونتال انتجريشن، ما يضطرش انه بقى كشف عندي في المستشفى دي وبعدين في مستشفى تانية تبعي، ما يضطرش لما يروح لدكتور هناك يعيد له التحاليل والاشعه وكل حاجه، لا يلاقي ان الالكترونيك سيستم ظاهر له كل الهيستوري اللي عمله البيشنت ده. والفيرتيكال انتجريشن مثلا نتائج الريبورت بتاع الام ار اي اللي راح المريض عمله في المؤسسه الثانيه اللي انا متعاقده معاهم دول، مش هيستنى بقى التقرير يروح والتقرير يجي وما اعرفش، لا في انتجريتد سيستم بحيث يظهر عندي الريبورت على طول عندي في الاورجنايزيشن بتاعتي. تمام. طبعا من فوائد الانتجريتد سيستم ان هو بيقلل الويست وامبروف افشنسي، فاحنا ما بنضطرش نعمل دوبليكيشن لاي سيرفيس. تمام. دي تجميع للاورجنايزيشن، للاورجنايزيشن اللي هي النسكة. النسكة دي اللي هي بتعمل اكريديتيشن لمين؟ للمانجد كير اورجنايزيشن. هي بتعمل برضو اكريديتيشن للهيلث كير، لكن في السؤال لما يقول لك ان بتدي اكريديتيشن للمانجد كير اورجنايزيشن هتبقى مين؟ هتبقى النسكة. والبرفورمانس ميجر بتاعها اسمه هيدس. تمام. طب الجي سي اي، الجي سي اي بتدي اكريديتيشن للهيلث كير اورجانيزيشن، والبرفورمانس ميجر بتاعها اسمه اوريكس. تمام. الاسكوا، الاسكوا دي بقى المذر اوف اكريديتورز، اللي هي بتعمل اصلا اكريديتيشن للجي سي اي وللناسكا اللي هم اصلا بتوع الاكريديتيشن، هي الام بتاعه الاكريديتيشن اللي بتعمل لهم الاكريديتيشن. طيب الناشونال كواليتي فورم دي اللي هي نون بروفيت كومباني، هي مجرد هيئه علشان تعمل اندورسمنت لللوز، يعني ان هي تسن القوانين. تمام. الناشونال كواليتي فورم اللي هي بتعمل اندورسمنت لللوز. الاي اتش ار كيو بقى، الاي اتش ار كيو ديت بقى اللي هي مسؤوله عن الجايد لاين. اول ما تلاقي في السؤال اي جايد لاين، يعني اختار اي اتش ار كيو، يعني كليرنج هاوس فور ايفيدنس بيزد جايد لاين، هي الاي اتش ار كيو. برضه الاي اتش ار كيو لو تفتكروا السيرفي اللي عملته الاتش سي اي اتش بي اس سيرفي، اللي هو البيشنت ساتسفاكشن سيرفي، مين اللي عمله ومين اللي حطه؟ الاي اتش ار كيو. يبقى ما تلاقي اي سيرفي تلاقي اي جايد لاين اختار الاي اتش ار كيو. الاي اتش ار كيو طبعا ما بتديش اكريديتيشن، هي بتحط الايفيدنس بيست جايد لاين. وفاكرين الاي اتش ار كيو برضو انديكيتورز اللي هي البيشنت سيفتي انديكيتور والبريفنشن انديكيتور والكواليتي انديكيتور والاتش سي اي اتش بي اس سيرفي. الاي اتش اي، الاي اتش اي دي مرتبطه بالتريجرز، اما يكلمني عن تريجرز فهتبقى الاي اتش اي. المالكوم بالدرج دي اللي هي عباره عن كواليتي اوورد فور اكسلنس. الماجنت ريكوجنيشن، الماجنت دي اللي هي للنيرس، عباره عن شهاده في الاكسلنس بس للنيرسينج، نيرسينج اكسلنس، اسمها ماجنت ريكوجنيشن. طيب فاكرين الديمد ستيتس؟ الديمد ستيتس ديت اللي منحتها الجي سي اي والسي اي اتش كيو، وفي كمان في المك في هيئتين كمان دي ان في ومش عارفه ايه كمان، دولت برضو ادوا الديمد ستيتس.
ومعنى الديمد ستيتس، معنى الديمد ستيتس يعني انه انا الناس تمام اوكي. من امثله التريجرز، الامثله التريجرز موجوده كلها عندكم في الشرح، في مذكرات الشرح يا دكتوره. من امثلتها الري ادميشن ويزن 30 دايز، من التنويم اعاده التنويم خلال 30 يوم، دي يعتبر تريجرز. السويسايد، السويسايد ثريتس التهديد بالانتحار تريجرز، اما السويسايد اتمتس محاوله الانتحار بتعتبر سنتينال ايفن. في كمان التريجر زي الالكترولايت امبالانس، زي النيورولوجيكال ديفكت، او في حاجات كتيره يعني تعتبر تريجر. ودايما التريجر بتبقى زي علامات انذار او تنبيه اللي خلي بالك ان في مشكله هنا ممكن تحصل. تمام. الديمد ستيتس قلنا انه معناها ان الاورجنايزيشن اللي واخده اعتماد مثلا للجي سي اي والسي اي اتش كيو، الاورجنايزيشن دي خلاص بتروح تتعامل دايركتلي مع السنترز اوف ميديكير وميديكيد وزاوت اني اكسترنال سيرتيفيكيت، خلاص يبقى هي عباره عن اكريديتد باي سيم اورجنايزيشن ايكويفالنت تو سي ام اس، يعني ايكويفالنسي لل تو بارتيسيبيشن، يعني هي تقدر ان هي تشارك في برنامج السنترز اوف ميديكير وميديكير التامين الطبي ليهم، وتقدر ان هي ترسل لهم السي ام اس، ترسل رعاياها للهيلث كير اورجانيزيشن اللي واخده الاعتمادات دي. ده معنى الديمد ستيتس. تمام. هنا كنت بفرق لكم ما بين الاوركس والهيدس. قلنا ان الاوركس دي البرفورمانس ميجر للجي سي اي، واللي هي بتدي اعتماد للهيلث كير اورجانيزيشن. فلما يكون بيكلمني في السؤال عن برفورمانس ميجر للهيلث كير يبقى اوركس، اما برفورمانس ميجر للمانجد كير اورجانيزيشن هي الهيدس، الهيدس بتاعت النسك. تمام. هنا بقى ادي موديل فور تريننج. لما نيجي نعمل فور تريننج بروجرام ديفلوبمنت، لو احنا عايزين نعمل اي تريننج فانا بستخدم الادي موديل ده. الادي موديل ده اختصار ايه؟ اناليسيس، يعني انا بحلل. انا عايز اعمل تريننج للناس اللي عندي مثلا في الريسبشن عن كيفيه استقبال العميل او عن اي حاجه، فباجي الاول بحلل الموقف وايه النيدز اللي عندي او الاحتياجات اللي انا محتاجها، واحط الجولز بتاعتي. بعد كده في الدي الديزاين ابدا ان انا احط بقى الكورس ماتيريال اللي انا هعلمها للناس، والديفلوبمنت ببدا ان انا بقى اعمل بايلوت تيست، يعني اختبرها على مستوى مثلا عدد معين من الستاف اللي عندي، واشوف ايه الفيدباك وايه الحاجات التعديلات اللي انا محتاجه ان انا اعدلها على الكورس ماتيريال او على التريننج نفسه. بعد كده بقى اعمل فول امبلمنتيشن، يعني اعممها بقى على الكل، واكيد اني لازم اعمل ايفالويشن. المهم هنا واللي بيجينا في السؤال انه يقول لك ازاي ان انت تعمل ايفالويشن للتريننج. اي تريننج في الدنيا اعمل له ايفالويشن ازاي؟ ان اشوف نتيجه التريننج دوت على البيهيفير بتاع الناس، البيهيفير بتاعهم اتغير ولا لا. فالبيهيفير تشينج ده هو الاوت كوم اللي انا عايز اوصل له. فلو ما فيش في السؤال behavior change ادور على حاجه من الكي اس اي، افتكروها كده بالسعوديه كي اس اي، knowledge change skills change attitude change، والثلاثه مع بعض بيساوي behavior change او cultural change. اكتبوا جنبها كده cultural change، يا اما cultural change يا اما behavior change، الاثنين بيساوي واحد. behavior change هو cultural change، ده الاوت كوم اللي انا ببقى مستنيه من الايفالويشن للتريننج. تمام. اوكي. طبعا الاوت كوم انديكيتور احنا قلناه، من انواع الاوت كوم ممكن يبقى كلينيكال او فانكشنال او بيرسيفد. كلينيكال يعني في الادفيرس ايفنت مثلا قلت الموربيديتي والمورتاليتي والحاجات اللي هي طبيه، والفانكشنال يعني هل انه المريض بقى قادر ان هو يساعد نفسه في الديلي ليفنج اكتيفيتي وفي تطور في حالته ولا لا. والبرسيف دي ديت اللي هي في حاله انه في ساتسفاكشن ولا ما فيش ساتسفاكشن او دي ساتسفاكشن، ده اللي هو البرسيف دي بيعتبر من الاوت كوم. طب التيم ايفالويشن ازاي ان انا بعمل تيم ايفالويشن او بقيم اي فريق؟ والسلايد دي مهمه عشان بتيجي كتير في اسئله. عشان ان انا اعمل ايفالويشن لاي تيم من خلال ثلاث حاجات،
productivity او والساتسفاكشن والانديفيدوال جروث. البرودكتيفيتي هل الفريق ده حقق الجولز ولا لا، الجولز وير ميت ولا لا، والساتسفاكشن بتاعت الممبرز افري ممبرز كل اعضاء الفريق كانوا مرضيين وساتسفايد تو ورك توجذر ولا لا، والانديفيدوال جروث هل كل شخص او كل ممبر عندي كان بيؤدي دوره وفي حاسس بانه هو في جروث او في تطور او خبره بيستفادها او كده ولا لا. تمام. بعد كده فاكرين اللي هو احنا بنعمل بيرفورمانس ميجر بايه؟ البيرفورمانس ميجر بعمله يا اما بالانسد سكور كارد يا اما ايه الداشبورد. البالانسد سكور كارد بيبقى هو المفضل لانه هو بيبقى بالانسد، لانه واخد لي اربع حاجات، اربع اقسام اساسيه في الاورجنايزيشن اللي هي الكاستمر فاينانشال والانترنال بيزنس والليرنينج جروث، وحاطط في النص ايه السؤال اللي بيجي لك ان هو انا حاطط في النص الفيجن والاستراتيجي. معنى كده ان انا رابط الدي تو دي اكتيفيتي بتاعه الاقسام دي كلها رابطها بالفيجن والاستراتيجيك جول اللي عندي. فانا كاتب هنا الاوبجكتيفز والميجر والتارجت والانيشيتيفز بتاعت كل قسم ومربوطه بالفيجن والاستراتيجيك جول. تمام. طب اليوتيلايزيشن، اليوتيلايزيشن احنا قلنا فيه انه اهم حاجه في اليوتيلايزيشن ان انا اعمل تشيك للابروبريتنس والنيسيسيتي اوف سيرفيس ابروف، يعني الخدمه اللي انا اديتها دي بشوف الابروبريتنس بتاعها والنيسيسيتي، هل هي كانت ملائمه لاحتياج المريض الانديفيدوال نيد وكانت ضروريه لحالته ولا لا. وانا هدفي ان انا يا اما يعني اليوتيلايزيشن عندي ما يبقاش فيه ولا اوفر يوتيلايزيشن ولا اندر يوتيلايزيشن، ولا استخدم موارد ريسورس كتيره على الفاضي، ولا ان انا اقلل استخدام موارد ضروريه واساسيه. تمام. خليكم معايا بس ثانيه واحده. فهنا واحنا بنعمل يوتيلايزيشن ريفيو احنا نقدر نعمل utilization review في ال inpatient وال outpatient. في ال inpatient زي ما اشوف هل الادميشن كان له داعي ولا لا، واللينث اوف ستاي والتريتمنت او والبروسيدور والانسيلري سيرفيس اللي اتعملت زي الاكس راي واللاب تيست والحاجات دي كلها، وهل في ري ادميشن تم والديستشارج والحاجات دي كلها بعمل لها ريفيو في ال inpatient. كمان في ال outpatient اقدر ان انا اعمل utilization review واشوف عدد زيارات المريض، هل اتعمل له ريفرالز وري فيزيتس ولا لا، الانسيلري السيرفيس والتريتمنتس اللي اتكتبت له دي كلها بعمل لها برضه ريفيو. فاكرين السبار، والسبار ديت وسيله من الكوميونيكيشن بتوين هيلث كير وركرز، والسبار دي برضو حاجه من حاجات البيشنت سيفتي. وفي السبار قلنا ان الاس معناها سيتويشن واتس جوينج اون ناو، يعني انا بشرح انا كمثلا كهي النيرس بتتصل بالطبيب فبتشرح له ايه السيتويشن اللي قدامها، بتتصل بتقول له ان البيشنت الحاله بتاعته كذا او حصل ديتيريوريشن لحالته او كذا، فبتدي له كمان الباك جراوند البي باك جراوند عن الانفورميشن اللي تخص بالمريض ودخل امتى وايه البروسيدجرز اللي تمت وايه اللي اتعمل له بالظبط. وبعد كده بتقول الاسسمنت التقييم بتاعها للحاله والريكومنديشنز، ريكومنديشنز او اللي هي عايزاه، يعني هي طالبه الطبيب وات دو يو وونت تو دو، يعني مثلا عايزه تقول له تعالى بسرعه او قول لي اعمل ايه او اعمل كذا او ما اعملش كذا. فالسبار ديت بتبقى وسيله من وسائل التواصل الكوميونيكيشن ما بين الهيلث كير وركرز. في اليوتيلايزيشن مانجمنت كنا في الشابتر او في الجزئيه دي كنا اتكلمنا عن الكيس مانجر والديزيز مانجمنت والكوميونتي كيس مانجمنت والفرق ما بينهم. الكيس مانجمنت اللي هو بيبقى مسؤول عنه الكيس مانجر ده بيبقى داخل المستشفى وبيبقى انديفيدوال، يعني كل مريض بيدخل بيتعمل له كيس، بيكون له كيس مانجر، والكيس مانجر ده مدير الحاله مش شرط ان يبقى طبيب، هو بيبقى دوره ان هو يراجع يتابع الكير كوردينيشن، يعني الكوردينيشن ما بين كل الاقسام المعنيه برعايه المريض. المريض مثلا هيروح
الفيزيوثيرابي، المريض محتاج تحاليل، محتاج اشعه، محتاج اي حاجه، والريبورتس والحاجات دي كلها يتابعها، يتابع وضع البلان اوف كير، خطه العلاج، يتابع ان لما يجي المريض يخرج يتابع اللي هو الكونسلنج اوف هيز كيس، اللي هو ازاي هيستخدم علاجه، يتابع كمان الفولو اب بعد ما يمشي المريض من المستشفى، يتابع الفولو اب معاه، الفولو اب فيزيت، والمفروض يجي امتى، والمونيتورز اللي عايزين يعملها او وات ايفر. فالكيس مانجمنت بيبقى للسنجل بيشنت. طيب لو انا بقى جيت انا اتحركت انا بفريق من عندي من المستشفى، والفريق ده راح ان يمر على الكرونيك بيشنت في بيتهم، يبقى ده اسمها ايه؟ كوميونيتي كيس مانجمنت. انا رحت للكرونيك بيشنت اللي هم الدايابيتس والهايبرتنسيف والهايبرليبيديميك وات ايفر يعني، وعملت له انا كشف او انفستيجيشن عنده في المكان بتاعه، يبقى ده اسمه كوميونيتي كيس مانجمنت. طيب الديزيز مانجمنت، الديزيز مانجمنت بيتعمل عندي برضو في المستشفى، داخل المستشفى بيتعمل لجروب اوف بيشنت، مجموعه من البيشنت، وانا بحدد الديزيز زي مثلا الكوفيد 19 وده ديزيز، وبحطهم في مكان معين او خاص بيهم، واعمل مانجمنت للديزيز دوت واعمل كنترول له. الديموند مانجمنت، والديموند مانجمنت دي المقصود بيها خدمه التلي التليفون، انه لما يقول لك ديموند مانجمنت دي خدمه التليفون، ان في حد تريند مثلا نيرس وقاعده على التليفون عشان توجه البيشنت للاقسام المعنيه عشان تدي له انستراكشن، تدي له تعليمات وهكذا. طيب فاكرين الريسك مانجمنت وايه الفرق ما بين الهازارد والريسك والهارم؟ احنا قلنا انه الريسك ده البوسيبيليتي اوف انجري، يعني احتماليه حدوث الانجري، يعني الريسك ده معناه احتماليه لسه ما حصلش الضرر. طيب لو حصل الضرر ووصل للبيشنت بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه هارم. طيب الاداه او الحاجه اللي ادت لحصول الريسك ده هي اسمها الهازارد، زي مثلا قشره الموزه ده الهازارد. في عندي ريسك ان هي توصل للبيشنت، مجرد وصولها للبيشنت بقت اسمها هارم. ترانزيشن اوف كير معناها انتقال المريض من اي قسم لقسم اخر. دايما بنقول ان الميديكيشن ريكونسيليشن بتتعمل ات افري ترانزيشن اوف كير، يعني اي انتقال للمريض من قسم لقسم، او حتى انتقاله من البيت للمستشفى، من المستشفى للبيت، دي كلها الانتقال، عمليه الانتقال دي معناها ترانزيشن اوف كير. اي ترانزيشن اوف كير لازم اعمل فيها ميديكيشن ريكونسيليشن، يعني اكتب اشوف ايه قائمه العلاج، الادويه اللي المريض بياخدها الحاليه والادويه اللي هياخدها جديده، واعمل مقارنه ما بين الاثنين، اعمل ريموف للديسكريبانسي او اي تعارضات او دراج دراج انتر اكشن، عشان اطلع بقائمه بنيو ليست اوف دراجز اللي هي تو بي يوز، ان ما يبقاش فيها ضرر على البيشنت. تمام. الريسك مانجر والجول بتاع الريسك مانجر مهم جدا الترتيب فيه. احنا كلنا عارفين ان من ادوار الريسك مانجر انه يعمل فيميا، ان يعمل روت كوز اناليسيز، ان هو يعمل ريفيو للاوكيرنس او اي حاجه من الحاجات دي، او ان هو يعمل ريدكشن البوتنشال فاينانشال لوس، يعني ان يقلل الخساره الماديه، دي كلها من الرولز بتاعته. لكن لما يجي لك كلمه بقى السؤال، يجي لك الجول، ايه الجول الاساسي للريسك مانجر؟ اول واهم جول للريسك مانجر هو to identify and manage risk. وخلي بالك identify and manage، لما تجيلك identify بس يبقى الجملة خاطئة. دور الريسك مانجر بالترتيب مهم، اول حاجة to identify and manage risk، يعني بيتعرف على اماكن الريسك اللي عنده ويعمل لها management. بعد كده عشان ايه؟ عشان يقلل prevent or minimize risk of harm to patient or visitor والستاف. We identify opportunity for improvement. واخر حاجه reducing potential loss. خلي بالكم reducing مش eliminating. لو برضو كتب لك elimination، لا elimination غلط. لان مهما انا كنت ريسك مانجر وكنت كبير وتقيل، فانا مش هقدر اعمل elimination total elimination للpotential loss. لا، هيحصل برضو potential loss، لكن انا دوري ان انا بعمل reduction، بقلله. طب يجي لك في سؤال ويقول لك first goal for risk manager، ويقول لك to identify risk، ولا ويجي لك to reduce financial loss، تختار انهي فيهم؟ to identify risk to reduce potential loss، هتختار ايه؟ بالظبط هختار reduce potential
potential financial loss. مش هختار identify risk. ليه؟ لأن ما فيش manage. أيوة لأن ما فيش manage. لازم تبقى identify and manage risk. من غير ما فيش manage الجملة خاطئة. يبقى دور على حاجة تانية غيرها. أما كاتب لي to identify and manage. طب لو كاتب لي to identify and manage risk وكاتب لي معاها eliminate potential loss. هختار إيه؟ هختار identify and manage risk لأنه أصلا eliminate potential loss قلنا خاطئة. تمام. طب الريسك كنترول، الريسك كنترول دوت process of preventing risk loss from occurrence or minimizing loss once risk occurred. يا إما إن أنا أمنع في الريسك كنترول، يا إما إن أنا أمنع أصلا حدوث اللوس، يا إما إن اللوس حصل فأبدأ إن أنا أعمل إيه، أقلله، أعمل minimization لللوس اللي حصل ده. من أمثلة الريسك كنترول الريسك أفويدنس. الريسك أفويدنس يعني إن أنا أتجنب أصلا الحاجة اللي هتجيب لي الريسك دي، الحاجة اللي هتجيب لي صداع ووجع دماغ أنا مش هعملها. زي مثلا عملية من عمليات الأورجن ترانسبلانتيشن، زي الكيموثيرابي، زي الحاجات دي بيبقى فيها سايد إفكتس كتيرة والكومبليكيشنز كتيرة. فأنا إيه، خلاص أنا هعمل ريسك أفويدنس إن أنا أصلا هتجنب عمل الخدمة دي. فتجنبي العمل الخدمة ده اسمه ريسك أفويدنس. طب ريسك شيفت او ريسك ترانسفير، ان انا انقل الريسك عني، زي ان انا اروح مثلا اعمل ريفرالز، اعمل تحويل للحالات الخطره دي، مثلا حالات النورمال ديليفري اعملها عندي، حالات اللي هي يعني فيها مشاكل او كده لا انا احولها على حد تاني. يبقى انا كده عملت ريفرالز، يبقى انا عملت ريسك شيفتنج. او ان انا رحت تعاقدت مع شركات تامين اللي هي المال براكتس انشورنس اللي هي ضد الاخطاء الطبيه او المهنيه، فانا كده رفعت الفاينانشال لوس عني ورفعت كده عملت ريسك ترانسفير. ريسك بريفنشن بقى ان انا امنع حدوث الريسك من البدايه. يعني مثلا لما انا عارف ان اللي هي المالتي دوز كونتينر ممكن بتأدي الريسك ان الممرضه تاخد نوت كوركت دوز او تاخد جرعه مش مظبوطه، طب ما انا من البدايه استخدم يونت دوز، يونت دوز ميديكيشن عشان اقلل الدوزنج ايرور. فده اسمه ريسك بريفنشن. تمام. طيب تعالوا كده نفتكر الفرق ما بين في المستشفى. تمام. تعالوا نفتكر كده الفرق ما بين الكوست، الكوست بينفيت والكوست افكتيف اناليسيز. الكوست اناليسيز ميثودز دي في منها الكوست بينفيت اناليسيز والكوست افكتيف اناليسيز. الكوست بينفيت اناليسيز يعني انا بقارن مونيتري اجينست مونيتري، يعني هشوف انا هدفع فلوس كوست قد ايه والبنفيت اللي هتعود عليا كعائد مادي قد ايه. انا هدفع مثلا فلوس علشان ان انا اعين ستاف جديد في قسم معين او افتح نيو سيرفيس او كذا، وبعد كده الماني اللي هتعود عليا او البنفيت اللي هتعود عليا، الانكم اللي هيجي لي، الدخل اللي هيجي لي قد ايه. فانا بقارن ماني اجينست ماني، ده اسمه كوست بنفيت اناليسيس. طب كوست افكتيف اناليسيس لا، كوست افكتيف اناليسيس بقى انا بقارن كوست انا دفعتها فلوس بإفكتيفنس. إفكتيفنس اللي هو ايه؟ اللي هو اوت كم. يعني انا دفعت فلوس عشان اعمل سيرفيلانس، دفعت فلوس علشان ان انا اقلل الانفكشن ريت عندي، فحصل الاوت كم ان الانفكشن ريت عندي قلت، البيشنت ساتسفاكشن زاد، الماركت شير زاد، وهكذا. فانا قارنت ماني اجينست ايه؟ مونيتري اجينست اوت كم. فده الفرق ما بين الاثنين. في الكوست افكتيف، في الكوست بنفيت اناليسيس في حاجه اسمها ريتيرن اون انفستمنت. ايه بقى هي الريتيرن اون انفستمنت؟ نبص الاول هنا كده للشكل ده. الشكل ده لما باجي ابدا اي بزنس، عشان ما انساش كمان الكوست بنفيت اناليسيس بيبقى بيتعمل بروسبكتيف، يعني قبل ما ابدا اي مشروع فانا بعمل كوست بينفيت اناليسيز، يعني اللي هو دراسه جدوى للمشروع، يبقى بروسبكتيف. اما كوست افكتيف اناليسيز بيبقى ريتروسبكتيف، يعني انا بعد ما عملت السيرفيلنس بشوف بقى الاوت كام اللي انا حصلت عليه تم ولا ما تمش. يبقى انا بعمل الكوست افكتيف ريتروسبكتيف بعد ما انا بعمل البروجكت بتاعي او الخدمه بتاعتي. تمام. طيب نبص هنا اي بروجكت او اي مشروع لما باجي ابداه، انا ببدا بمرحله اللوس دي وبسميها النيجاتيف كاش فلو.
في مرحلة الجروس. مرحلة الجروس دي بيبقى عندي نيجاتيف كاش فلو، يعني أنا عمال بدفع فلوس بستنزف وبدفع فلوس كتيرة، بس سميتها نيجاتيف كاش فلو لأن لسه ما فيش أي دخل عائد عليا، عشان كده اسمها نيجاتيف كاش فلو. دي مرحلة اللوس. باجي عند نقطة بقى خلاص أنا خلصت كل التجهيزات اللي عندي من المبنى ومعدات وديسبوزابل وستاف وكل حاجة، وهنا بقى وقفت هنا عندي البريك ايفن بوينت، عند النقطة دي خلاص أنا خلصت ومستني بقى إن أنا أعمل الافتتاح. عند النقطة دي بيبقى الكوست ايكوال بينيفيت ات ذيس بوينت، يعني ولا أنا بدفع حاجة ولا لسه دخل لي أي حاجة. بعد النقطة دي بقى أبدأ الماركت شير يبدأ يزيد، ويزيد عدد الكاستمر اللي عندي ويزيد الدخل فبتزيد البروفيت. هنا بقى يجي لك سؤال يقول لك النيجاتيف كاش فلو بتبقى في الجروس ستيج ولا الهارفست ستيج؟ النيجاتيف كاش فلو بتبقى جروس ستيج ولا هارفست ستيج؟ بالظبط في الجروس ستيج. دي الجروس ستيج اللي هي فيها نيجاتيف كاش فلو، اللي انا لسه ببدا مشروعي وبضخ فلوس في المشروع. اما دي الهارفست ستيج اللي فيها بوزيتيف كاش فلو، يبدا ان الانكم او البروفيت عندي تزيد، بس ما هارفست ستيج. الريتيرن اون انفستمنت دي بيساوي النت بروفيت مقسومه على الكوست اوف انفستمنت، يعني انا عايزه اشوف البروجكت اللي عندي ده او المشروع ده هيديني فايده ولا لا، فلازم الريتيرن اون انفستمنت دي الفائده الربحيه تكون عاليه. فانا هقسم البروفيت اللي هي العائد المادي المتوقع احصل عليه على الكوست اللي انا صرفته علشان اشوف واضربها في 100 عشان اشوف النسبه بتاعتها والريتيرن اون انفستمنت هتبقى قد ايه. تمام. البرفورمانس امبروفمنت ابروتشز اللي اخدناها في المنهج البي دي سي اي والفوكس بي دي سي اي، الفرق بين الفوكس بي دي سي اي والبي دي سي اي ان الفوكس بي دي سي اي بتتعمل لبروسيس اوريدي موجوده، ما بتتعملش لبروسيس جديده. الفوكس بي دي سي اي بتعمل امبروفمنت ل اكزيستنج بروسيس، بروسيس موجوده مش نيو بروسيس، اما البي دي سي اي للنيو وللاكسيستنج للاثنين. البي دي اس اي نفس البي دي سي اي بس بقى هو شيوارد سماها بدل تشيك خلاها ستادي، بس الاثنين واحد. الرابيد سايكل ابروتش اللي هو الرات اللي احنا بنستخدمه في حاله السوبرفايزر عشان يديني رابيد امبروفمنت. تمام. الزيروكس بنش ماركينج ده اللي هي الشهاده اللي اتاخدت في البنش ماركينج للاكسلنس، و الجوران قلنا جوران اللي هي جوران الكواليتي بلاننج وكواليتي امبروفمنت وكواليتي كنترول. اللين طبعا اللين تو اليمينيت ويست، اللين على طول لما الاقي كلمه لين بلاقي ادور على اليمينيت ويست. والكايزن هو عباره عن لين رابيد امبروفمنت، يبقى هو رابيد امبروفمنت لين، تطوير سريع وفي نفس الوقت انا بعمل ريموف للويست. تمام. في اللين بعمل بستخدم الفاليو ستريم ماب عشان اعمل ريموف للنون فاليو ادد ستيبس. انا في اللين بصنف الخطوات بتاعه البروسيس عندي ليه فاليو ادد ستيبس ونون فاليو ادد ستيبس. طب مين اللي بيحدد الفاليو ادد ستيبس؟ مين اللي بيحدد الستيبس دي اقدر اقول عليها فاليو ادد ولا نون فاليو ادد؟ وبيجي السؤال ده في الامتحان يقول لك يعني from which point of view، من وجهة نظر مين انا بحدد الستيب دي value added ولا non value added؟ الكاستمر بالظبط، من وجهة نظر الكاستمر. طيب البوكايوكي دي اللي هي قلنا الهيومن فاكتور انجينيرنج، ان انا هعمل البروسيس بطريقه ان هي تدي الارم او تنبه الهيومن انه هنا في خطا هيحصل. والكامبان ده اللي هو عشان اقلل الانفنتوري ويست، او ان انا اقلل الصناعه زياده، اقلل المانيفاكتشرنج الهاي مانيفاكتشرنج، فانا ببدا ان انا بنتج منتج بعد ما يخلص الكونتينر لما يبقى امتي كونتينر. تمام. والسيكس سيجما قلنا خدنا فيها خطواتها اللي هي الديميك. السيكس سيجما ممكن تبقى لي نيو بروسيس او اكسيستنج بروسيس، ماشي، ان انا اقدر اعمل تحسين على بروسيس جديده لسه ما انشاتش او بروسيس موجوده.
الديميك ابروتش، والسيكس سيجما تو ريديوس فاريشن. والسيكس سيجما معناها انه ان انا بقلل ايه، قلنا في سيكس سيجما ان انا اقلل الريديوس فاريشن، ومعناها انه 3.4 ديفكت بير مليون. يعني اما اطبق 6 سيجما يبقى ال 3.4 ديفكت بير مليون، 3.4 بس ديفكت في خلال في مليون، يعني لما انتج مليون منتج متوقع احتماليه حدوث ديفكت في 3.4 بس. ايوه السؤال اللي جه في شكل سيتويشن عن اللين هو كان بيتكلم انه احنا عارفين انه الويست بتاعه اللين اللي هي الاوفر بروسيسنج والانفنتوري والاوفر برودكشن والتايم وحاجات كتيره كده. فكان هو السيناريو بتاع السؤال انه في خطوات كتيره بتتم في السيناريو، ففي اوفر بروسيسنج وفي تايم وفي ويت وكده، وكان من ضمن الخيارات بيقول انه ان هنا الويست نتيجه الاوفر بروسيسنج والتايم كانت افضل اجابه، يعني اوفر بروسيسنج وتايم والويت دي كانت الاجابه الصح. كان بعد كده بقى في ترانسبورتيشن وفي حاجات تانية يعني ما كانتش تخص السؤال او السيناريو، والسؤال ده انا هحطه لكم برده في المراجعه. طيب البيشنت سيفتي، فاكرين اللي هو الاليمنتس اوف سيفتي كلتشر؟ كان عندي الانفورمد كلتشر والريبورتنج كلتشر والجاست كلتشر والليرنينج والاوبن كلتشر. طبعا اهم حاجه في السيفتي كلتشر ان انا اعمل ريبورتنج واشجع الناس كلها على الريبورتنج والنو بليم كلتشر، والجاست كلتشر يعني ان انا جاست كلتشر هي النو بليم كلتشر، والليرنينج يعني ليرنينج فروم ميستيكس. البيشنت سيفتي جولز فاكرينها، الجول 1 ان هو ايدنتيفاي بيشنت كوركتلي ب 2 ايدنتيفاير، وامبروف كوميونيكيشن ما بين الهيلث كير وركرز من خلال ان انا اعمل ريد باك، ان انا اخد الاوردر كممرضه مثلا، اخد الاوردر من الطبيب او كزميل، اخد اوردر من زميل تاني، لازم اعمل ريد باك للاوردر علشان انا اتاكد ان انا فهمته صح. والجول 3 امبروف سيفتي اوف هاي اليرجي ميديكيشن من خلال ان بحط عليها ريد ليبل كده واحطها في كونتينر خاص بيها. انشور كوركت سايت كوركت بروسيدور والتايم اوت، وقلل الريسك بتاع الهيلث كير اسوشيتد انفكشن من خلال الهاند هايجين، وديكريز الريسك اوف فول. هنا التايم اوت، فاكرين التايم اوت؟ والتايم اوت هنا البيشنت ما بيبقاش انفولفد، لكنه البيشنت بيبقى انفولفد في السيرجيكال سايت ماركينج عشان ان انا احدد المكان بتاع الجراحه. ففي الساين انا هنا السيرجيكال سيفتي تشيك ليست بقسمه لثلاث مراحل، ساين ان وتايم اوت وساين اوت. الساين ان انا بقى البيشنت هاز كونفيرمد ايدنتيتي وسايت وبروسيدور وكونسنت، يعني هنا البيشنت بيوقع على الانفورمد كونسنت قبل السيرجيكال بروسيدور، وبنتاكد من اسمه وهويته، وبعمل ماركينج للمكان اللي هيتم فيه الجراحه وهو بيبقى البيشنت انفولفد معايا. بعد كده التايم اوت، والتايم اوت هنا بقى تيجي الممرضه بصوت عالي تنادي على اسم البيشنت والسايت بتاع البروسيدور والبروسيدورز اللي هتتم والاطباء المتواجدين. وفي الساين ان ما ننساش ان احنا نعمل سبونج كاونت، يعني معناها ان انا بعد عدد الانسترومنتس اللي هدخل بيها عمليه، عشان اجي في الساين اوت اعد تاني الانسترومنتس المفروض يبقى نفس العدد، العدد اللي انا دخلت بيه نفس العدد اللي خرجت بيه، لو في اي نقص يبقى معنى كده ان في حاجه اتنست داخل ريتيرند اوبجكت داخل المريض، وده بيعتبر كومبنسبل ايفنت، بوتنشالي كومبنسبل ايفنت يستدعي رفع قضايا تعويضيه. لو في اي حاجه نسيناها داخل بطن المريض، حتى لو قال لك في السؤال ان عملنا اكس راي والاكس راي ما بينتش ان في حاجه، ده برضه هنعتبره بوتنشال كومبنسبل ايفنت. ايوه بوتنشال كومبنسبل ايفنت ما دام ان العدد فيه ميزد كلامب او في اي عدد فيه نقص. تمام. طيب انواع الايرورز، في عندي الاكتيف ايرور والليتنت ايرور، وديت احنا عارفين انه الاكتيف ايرور ده اللي هو الايرور الظاهر قدامي، والليتنت ايرور ده اللي انا عشانه بعمل روت كوز اناليسيس عشان ادور على الليتنت ايرورز الاسباب الجذريه الروت كوزز اللي هي ادت للاكتيف ايرور اللي حصل عندي دوت في البروسيس بتاعتي.
والفيميا، الفيميا الفيلير مود اند افكت اناليسيس بتعتبر برو اكتيف ميثود، يعني حاجه بعملها قبل ما يحصل الريسك او الايرور اللي عندي. انا بتوقع حدوث الايرور ممكن يحصل فين ومنين، وبعمل له امبروفمنت من قبل ما يحصل. تمام؟ فالفيميا بتبقى برو اكتيف ميثود، والفيميا بعملها يا اما لنيو بروسيس يا اما اكزيستنج بروسيس كامبروفمنت للبروسيس اللي عندي. انواع الـ AHRQ indicator، الـ prevention quality indicator اللي هي بتستخدم للـ outpatient، يعني لو انا عملت تقييم للـ quality بتاعة الـ outpatient او اللي هي مراكز الرعاية الأولية، فانا كده قللت الـ need for admission. يعني الـ prevention indicator to prevent avoidable intervention، يعني prevent avoidable intervention مقصود بيها prevent admission. لو انا عملت تقييم للـ quality of care في مثلا المرضى الـ outpatient زي مثلا diabetic والـ hypertensive، يبقى كده هم مش هيحتاجوا admission. لو كده هم مش هيحتاجوا ادميشن. اما لو لو الكواليتي اوف كير مش كويسه، يبقى مش هيبقى في جود كنترول على الديابيتس او على الهايبرتنشن، فكده هيبقى هيحتاجوا ان ممكن يجي المريض يدخل وعنده السكر عالي او ضغطه عالي ويحصل له ادميشن. فالبريفنشن كواليتي انديكيتور تو بريفنت افويدبل انترفنشن مقصود بيها الافويدبل ادميشن. الـ inpatient quality indicators للـ mortality عشان إن أنا أقلل الـ mortality rate. الـ patient safety indicators ديت بتبقى indicators عشان تقلل الـ complication والـ side effects. والـ pediatric quality indicator أي indicators للأطفال. السلايد اللي قبلها اللي هي الفيميا. الفيميا عايزين فيها ايه؟ الفيميا اللي هي بتبقى برو اكتيف ميثود بعملها عشان ان انا اتوقع خطوات، اتوقع الفيلير ممكن يحصل منين وابدا ان انا امنعه. واول خطوه في الفيميا ان انا ايدنتيفاي بروسيس ستيبس، اتعرف على خطوات البروسيس اللي عندي ايه. بعد ما اتعرف على خطواتها بعمل برين ستورمنج علشان اني اجمع البوتنشال فيلير. بعمل برين ستورمنج عن البوتنشال فيليرز، يعني ممكن يكون الفيليرز تحصل عندي فين ومنين بالظبط. وبعد كده ببدا بقى احسب الريسك بريوريتي نمبر اللي هو بحسب الاوكيرنس والديتكشن والسيفيريتي واضربهم في بعض، والهاي ريسك بريوريتي نمبر هو اللي انا ببدا ان انا اشتغل عليه امبروفمنت. واخر خطوه في الفيميا ان انا اعمل ريكالكوليت للريسك بريوريتي نمبر. واضحه؟ الايرور ايه اللي مطلوب فيها؟ الايرورز هي عندي اكتيف ايرور وليتنت ايرور. الاكتيف ايرور ده اللي هو الايرور اللي ظاهر قدامي على السطح، والليتنت ايرورز اللي هي الايرورز اللي هي الاسباب الجذريه. انا بعمل روت كوز اناليسيس عشان ادور فيها. الـ prevention quality indicator قلنا الـ prevention to prevent avoidable intervention عشان ان انا امنع الـ admission. لو انا عملت good quality management قبل ما يدخلوا مستشفى تنويم، انا بعمل في الـ prevention of quality indicator ديت بعملها للـ outpatient اللي هي للـ ambulatory of care عشان اتاكد انهم عاملين good management للـ chronic patient. لو عاملين good management مش هيحتاجوا ان يبقوا in patient ولا يتعمل لهم admission. فانا بعملها to prevent avoidable intervention. تمام. الساين ان والساين اوت ايه المشكله فيها؟ الساين ان احنا بنعد السبونج كاونت الانسترومنتس اللي داخلين بيها، وبنتعرف على المريض وعلى السايت اوف بروسيدور والبروسيدور، وبعمل الانفورمد كونسنت. وهنا سيرجيكال سايت ماركينج بعلم على مكان الجراحه والبيشنت بيبقى انفولفد معايا. بعد كده بقى بيفور سكين انسيجن، يعني هنا بدات ان انا اديته الانستيزيا خلاص، بعمل بقى التايم اوت ان بتيجي الممرضه تنادي على اسم البيشنت واسم الطبيب والسايت والبروسيدور اللي هتتم. خلصنا وقفلنا وخلاص المريض هيخرج، يبقى بيفور ليف اوبريتنج روم بعمل ساين اوت ان انا بعد السبونج كاونت.
الريد رولز، الريد رولز ديت جت في سؤال في اختبار سبتمبر، انه بيعتبر بيشنت سيفتي جول ولا تول؟ بيشنت سيفتي تول، ايه رايكم؟ الريد رولز بيشنت سيفتي جول ولا بيشنت سيفتي تول؟ طبعا الريد رول بيشنت سيفتي تول، بستخدمها ان انا بعمل امبار لكل الموظفين اللي عندي في الهيلث كير اورجانيزيشن، ان هم يقدروا ليهم الحق ان يعملوا ستوب ذا لاين ريجاردليس اوف رانك اوف سينيورتي، يعني بصرف النظر انت مهنتك ايه او البوزيشن بتاعك ايه، وشفت اي حاجه بتتم في فيها ضرر على مصلحه البيشنت، من حقك انك توقفها، زي ما تعملش بيشنت ايدنتيفيكيشن مثلا قبل البلاد يوتيلايزيشن، ما تعملش تايم اوت قبل الانفيزيف بروسيدجرز، ما تعملش سبونج كاونت ريكونسيليشن او اي حاجه من الحاجات دي، فليك حق انك توقف البروسيس دي. تمام، انا كده خلصت وحاولت على قد ما اقدر ان الم لكم المنهج في محاضره سريعه كده، تذكركم كلكم بالمنهج، واتمنى ان تكون محاضره النهارده مفيده للجميع. لو في حد عنده اي استفسار انا معاكم.